بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، ومتابعة حية لكل أخبار النادي الأهلي والأخبار المحلية والعالمية، ومتابعة استعدادات فريق النادي الأهلي في المعسكر المغلق في مدينة برج العرب هنا في برنامجكم الأهلي في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الأهلي. بالتأكيد النهاردة عندنا فقرات عديدة ومتابعة حية لكل ما هو جديد داخل النادي الأهلي. عندنا فقرات متعلقة بمعسكر فريق النادي الأهلي في برج العرب بالأسكندرية واللي بدأ النهاردة صباحا، وتدريبات هامة جدا في المرحلة الأخيرة للاستعداد لمباراة تاونشيب بطل بتسوانا في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا. برضو عندنا أفكار ويعني فقرات عديدة متعلقة بأخبار اتحاد الكرة وأخبار الأندية المحلية وأخبار الأهلي في كل مكان المتعلقة باسم النادي الأهلي سواء في فلسطين أو في ليبيا وفي كل أرجاء الوطن العربي الكبير. هناك أخبار عديدة عن النادي الأهلي والأندية التي تحمل اسم النادي الأهلي. أيضا عندنا فقرات مهمة ببرنامج عائلة النادي الأهلي ومتابعة حية لتنفيذ هذا البرنامج داخل مقر النادي بالجزيرة وفروع النادي الأهلي في مدينة نصر وأيضا في الشيخ زايد. ثم الفقرة الحوارية في ختام برنامجنا النهاردة هتكون مع الكابتن خالد دجاج الله أحد نجوم النادي الأهلي، وللتأكيد هيكون ليه رؤية فنية ومتابعة لمباراة الأهلي في البطولة الأفريقية وكل شيء متعلق بالشأن الرياضي ومباراة كرة القدم سواء في كأس العالم في روسيا، خاصة أن غدا بإذن الله مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا، والمباراة الأهم اللي بتشغل بال كل جماهير النادي الأهلي مباراة الأهلي وتاونشيب مساء يوم الثلاثاء في 9 مساء على استاد برج العرب بالأسكندرية. دي كانت مقدمة النهاردة مهمة طبعا يعني نرصد بيها ونتكلم عن فقرات برنامجنا النهاردة في برنامج الأهلي في كل مكان. لكن لو بنتكلم بالتفصيل عن استعدادات فريق النادي الأهلي لمباراة تاونشيب، هذه المباراة الهامة جدا اللي بتعتبر في هذه الفترة من أهم الأولويات اللي الجهاز الفني واللعيبة ومجلس الإدارة وكل الأفراد المهتمين بشأن كرة القدم في النادي الأهلي، حتى جماهير النادي الأهلي الكل مهتم بأهمية هذه المباراة، وأن الفوز على تاونشيب في مباراة برج العرب يوم الثلاثاء القادم بداية لانطلاقة أفريقية، في ظل أن هذه المباراة تأتي في استئناف المشوار الأفريقي مع بداية فترة إعداد وموسم جديد بالنسبة لفريق النادي الأهلي في الموسم الجاري. هي مباراة مهمة لا تقبل القسمة على سنين، وتعتبر مباراة عنق زجاجة بالنسبة للفريق والجهاز الفني. لدينا لاعبين جدد انضموا للفريق في المرحلة الأخيرة، صفقات جديدة في عدد من المراكز، عودة بعض اللاعبين من فترة الإعارة، تغيير جهاز فني وقيادة جديدة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون. كل هذه الأمور بالطبع الناس بتشتغل عليها الفترة الحالية عشان تبدأ تخش في المشوار الأفريقي وتلعب مباراة تاونشيب بشكل جيد وتفوز بال3 نقاط، وبتستعد أيضا للمباراة الأخرى اللي هتكون بعدها ب10 أيام في العاصمة البتسوانية جابروني، مباراة مهمة يوم 17 ويوم 28 في بتسوانا. النهاردة الساعة 10:30 صباحا كان الفريق في ميعاد للتجمع في ملعب مختار التتش بالجزيرة. حافلة فريق النادي الأهلي تحركت من مقر النادي بالجزيرة في 10:30 لتصل إلى مقر المعسكر المغلق في مدينة برج العرب، وتقيم البعثة في إحدى الفنادق القريبة من استاد برج العرب. منذ قليل أو في حوالي الساعة 6 كان موعد التدريب الأول لفريق النادي الأهلي على إحدى الملاعب الفرعية لاستاد برج العرب. التدريبات مغلقة خلال هذه الفترة، الجهاز الفني يفرض حالة من السرية الشديدة على اللاعبين وعلى استعدادات الفريق لمباراة بطل بتسوانا. كلنا نعلم أن الجهاز الفني قدر الإمكان خلال الفترة الأخيرة سواء في المعسكر الأوروبي بكرواتيا أو حتى معسكر الأسكندرية أو المرحلة الأخيرة 3 أيام اللي هيتمرن فيها الأهلي في برج العرب، الجهاز الفني قدر الإمكان بيحاول يفرض حالة من السرية، ما يكونش في أي تفاصيل بتخرج من المعسكر حتى لو كانت متعلقة بتدريبات الفريق أو حالة اللاعبين الفنية والبدنية وحالة المصابين إذا كان هناك أي لاعب مصاب قد يلحق بمباراة تاونشيب. وبالتالي الجهاز قدر الإمكان بيحاول كمان يضع اللاعبين في حالة تركيز شديد، يعني كل ما يكون اللاعب داخل على المباراة والفريق في معسكر ومقفول على الفريق بشكل جيد هيكون في استعداد للمرحلة القادمة بشكل جيد، وإن شاء الله بإذن الله أن الفريق يصل لأعلى معدلات التركيز في المواجهة الأفريقية. أيضا الخبر الثاني متعلق بعد اختيار القائمة التي سافرت اليوم إلى برج العرب لخوض مباراة تاونشيب،
في هناك حوالي 10 لاعبين لن يكونوا في معسكر فريق النادي الاهلي. وكان الكابتن حسين عبد الدايم مساعد مدرب الاحمال كان بيقود المران لغير المشاركين في مباراه تاونشيب. ابرز هؤلاء اللاعبين رغم ان منهم البعض مقيد في القائمه الافريقيه زي مثلا باكاماني، لكن هناك لاعبين اخرين غير مقيدين في القائمه الافريقيه زي ناصر ماهر واحمد ياسر ريان واكرم توفيق واحمد علاء ومحمود الجزار ومحمد شريف والحارس مصطفى شوبير ومحمد الغندور. والنهارده انضم ليهم عمرو جمال العائد من تجربه الاحتراف في الدوري الفنلندي لينضم الى تدريبات فريق النادي الاهلي. المران كان صباحا على ملعب مختار التتش بالجزيره، لكن باقي اللاعبين كانوا في المعسكر المغلق في برج العرب، وابرزهم طبعا اللي انضم في الساعات الاخيره سليف كوليبالي اللاعب المالي اللي انضم لقائمه فريق النادي الاهلي. وننتظر مساله القيد الافريقي خلال اللحظات القادمه، قد يكون طبعا هناك فرصة لقيد هذا اللاعب قبل المباراة الأولى أو بعد هذه المباراة، هناك وقت لجهاز الفني لقيد أي لاعب وحتى سليف كوليبالي حتى 5 أغسطس مع مباراة الترجي التونسي هيكون آخر موعد للقيد الإفريقي. أيضا هناك يعني باسم علي من اللاعبين المقيدين في القائمة الأفريقية لن يكون متواجد في مباراة تاونشيب. باسم عنده إصابة وبيتأهل من إصابة الركبة، لكن أيضا معاه عمرو بركات كمان من اللاعبين اللي عادوا إلى النادي الأهلي بعد فسخ التعاقد بالتراضي في السعودية. فبالتالي في هذه الفترة عمرو بركات وباسم علي بيؤدوا برنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، وهناك جلسات في الجيم لاستكمال التدريبات التأهيلية والاستعداد للمرحلة القادمة. بس من اللاعبين المقيدين في القائمة الأفريقية زي ما قلنا، لكن هيكون خارج المعسكر وخارج الاستعداد لمباراة تاونشيب. وعمرو بركات هنتابع خلال الفترة القادمة مسألة انتقاله أو إعارته لأي من الأندية إذا كان هناك فرصة للعب في أي من أندية الدوري الممتاز. واحنا بنتكلم عن اللعيبة اللي كانت النهاردة بتتمرن في قائمة المستبعدين من مباراة تاونشيب، واحنا بنتكلم قلنا اسم عمرو جمال من اللعيبه اللي كانت بتخوض فتره احتراف خلال السنتين اللي فاتوا ما بين جنوب افريقيا، ثم ختم هذه الفتره بالاحتراف في الدوري الفنلندي، وهو خاض تجربه الاحتراف في فنلندا على امل ان هو يشارك في العديد من المباريات عشان ينول فرصه التواجد مع المنتخب في كاس العالم، لكن ما كانش ليه الحظ ونصيب للتواجد مع المنتخب في كاس العالم، وانتهت فتره اعارته للدوري الفنلندي، وكان النادي الاهلي ساعده بشكل كبير في هذا الملف عشان يكون ليه تواجد في البطولات الدوليه، لكن عمرو خلاص انهى فتره الاعاره وعاد إلى النادي الأهلي ومتواجد حاليا في تدريبات اللاعبين الغير مقيدين في القائمة الأفريقية. وهنشوف خلال الفترة القادمة موقف عمرو جمال في مسألة قيده أو ممكن يتلقى أي عروض للاحتراف، لكن عموما هنشوف وجهة نظر الجهاز الفني اللي تفكيره أيضا خلال هذه الفترة كله متعلق فقط بمباراة تاونشيب. يخلص مباراة تاونشيب الجهاز الفني ويبدأ يشوف بقى مسألة قائمة الفريق والاستعداد للموسم القادم ما بين اللاعبين اللي بيتلقوا عروض احتراف والإعارات أو اللاعبين إن شاء الله اللي هيقيدوا في القائمة الأفريقية، في ظل إن القائمة 27 لاعب أمامك 3 لاعبين للقيد قبل يوم 5 أغسطس القادم بإذن الله. بعثة تاونشيب يعني خلاص يعني تحدد بشكل رسمي وأرسلت خطاب رسمي إلى النادي الأهلي، ستصل ظهر غد الأحد استعدادا لمواجهة فريق النادي الأهلي. كنا بنتكلم في الساعات الماضية عن أن بعثة تاونشيب خدت رحلة طيران صعبة جدا، طيران يصل إلى 18 ساعة للوصول إلى برج العرب. سافرت بعثة فريق تاونشيب من جابروني إلى جوهانسبرج ومن جوهانسبرج إلى دبي، ومكثت هناك العديد من الساعات انتظارا إلى السفر مباشرة من دبي إلى برج العرب استعدادا للدخول في معسكر مغلق. وهيكون الكابتن سمير عدلي طبعا المدير الإداري في استقبال فريق تاونشيب في مطار برج العرب. فريق تاونشيب هيخوض تدريب على فترتين في الأسكندرية، يمكن المباراة إن شاء الله يوم الثلاثاء، من حق أن يوم الاثنين بإذن الله يؤدي تدريباته على الملعب الرئيسي في استاد برج العرب، لكن بإذن الله بعد ما يصل غدا يوم الأحد هيكون إحدى تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب. طيب تفاصيل أكتر عن هذا الملف ومتابعة طبعا تدريبات فريق النادي الأهلي وما هو الجديد في تدريبات فريق النادي الأهلي، يسعدنا أن يكون معنا على التليفون على الهواء مباشرة زميلي الأستاذ محمد البرعي الناقد الرياضي، وبالتأكيد يعني أحد الصحفيين المتابعين لشأن فريق النادي الأهلي والمتواجدين بشكل دائم في تدريبات فريق النادي الأهلي. أستاذ محمد أولا برحب بيك وطمني عن حالة الفريق والاستعداد في هذا المعسكر، وخلاص 72 ساعة لهذه المباراة الهامة. تحياتي ليك يا استاذ محمد وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. الحقيقه طبعا يعني النادي الاهلي على مدار الايام اللي فاتت كان في تركيز كبير جدا على مباراه تاونشيب،
طبعا يعني الجهاز الفني بالكامل واللعيبه يعني كل كلامهم وكل انطباعاتهم في الايام اللي فاتت عن المباراتين، على فكره هم واخدين مباراتين، مباراه يوم الثلاثاء ومباراه العوده ان شاء الله في تاون شيب يوم 28، على اعتبار ان المباراتين لا يفصلهما عن بعض سوى 10 ايام، فبالتالي كان الاستعداد للمباراتين في اطار واحد. الاهلي زي ما احنا عارفين خاض معسكر تدريبي قوي جدا في اسكندريه قبل ما يسافر لمعسكره الاوروبي في كرواتيا، وخاض ثلاث تجارب وديه في كرواتيا تجربتين، وفي استاد التتش تجربه اخيره امام نجوم المستقبل اطمن فيها طبعا الجهاز الفني على حاله جميع اللاعبين وعلى استيعاب الفكر الفني الجديد بمستر كاركيرون. والحقيقه كان في تجاوب كبير جدا في المباراه الاخيره على تجربه اللعب وعلى الفكر الجديد اللي مستر كاركيرون حاول يطبقه في المرحله اللي جايه. بالتاكيد طبعا حاله التركيز واصله الى اقصى درجه ممكنه. النهارده الفريق سافر على اسكندريه، اتجمعوا حوالي الساعه 10 الصبح في الجزيره وتوجهوا على الفور الى معسكرهم في تمام حوالي الساعه 11 و11 وربع تقريبا كده. النهارده الفريق هيخوض تدريبه طبعا في 6 مساء في استاد برج العرب، وكل اللعيبه تقريبا يعني مركزين تماما في المرحله اللي جايه ديت باعتبارها مرحله من المراحل الصعبه على النادي الاهلي. لكن طول عمر النادي الاهلي عودنا دايما على مواجهه المواقف اللي بالشكل ده، وسبق النادي الاهلي ان واجه مواقف بالشكل ده كتير جدا، اقربها في سنه 2013 وقدر انه يجتاز المرحله دوري المجموعات ويوصل الى النهائي وياخد البطوله. فبالتاكيد ان شاء الله بنتمنى كل الخير، وان شاء الله النادي الاهلي على قدر المسؤوليه وباذن الله يساعدنا في ماتش يوم الثلاثاء وماتش كمان العوده باذن الله اللي هيكون في جبروني يوم 28. زميلي محمد، واحنا بنتكلم على اخبار فريق النادي الاهلي، اعتقد خلاص كل القائمه الافريقيه متواجده في المعسكر، لكن هل عندك معلومه او امكانيه بعد انضمام سليف كوليبالي قد يكون هناك فرصه للقيد قبل مباراه تاون شيب، ولا شايف هذا الملف ازاي في ظل انك بالتاكيد متابع لهذا هذه الموضوعات وبتحضر دايما التدريبات وقريب من الجهاز الفني وبتتابع هذه التصريحات مع الكابتن محمد يوسف؟ الحقيقه كوليبالي طبعا يعني لسه اول انضمام له كان او اول تدريبه له كانت امبارح مع الفريق الاول، يعني لسه طبعا ما قدرش انه ينسجم بالقدر الكافي مع الفريق. ما اعتقدش انه ممكن يكون يعني حتى لو تم قيده افريقيا يتم الاعتماد عليه بشكل اساسي في المباراتين الجايتين دولت، لكن هو اضافه قويه جدا، لعيب متحمس كمان جدا في كلامه معاه، كمان هو سعيد قوي قوي بتواجده في النادي الاهلي، ساب كل شيء تقريبا في امريكا وجه اول ما جاله عرض النادي الاهلي، طبعا بيعتبر النادي الاهلي ده حلم من زمان كان نفسه يحققه، وشايفه ان هو يعني نقله كويسه جدا في مشواره الاحترافي. هو بالشكل يعني او مقاومته الجسمانيه والسي في بتاعه بيؤكد انه لعيب على درجه عاليه من الكفاءه. مستر كارترون كمان على قناعه بيه جدا، بدليل انه كان معاه في مازيمبي، ولما راح حتى في امريكا خده معاه في نفس الفريق اللي كان بيدربه في امريكا. بالتاكيد هو اضافه لخط دفاع النادي الاهلي، لكن ما اعتقدش ان بالسرعه ديت ممكن يتم الاعتماد عليه او الانسجام يكون وصل لدرجه ان هو يكون في التشكيل الاساسي لمباراتين الجايين في الدور. لكن طبعا هي ورقه موجوده وكل الاحتمالات قائمه، وطبعا الملف ده محمد يوسف او كابتن محمد يوسف هو المتولي مساله القيد الافريقي ده، لكن ما كانش في كلام عن المرحله ديت في القيد الافريقي بقدر ما كان في كلام عن التركيز في المباراتين نفسهم اللي المفترض ان هم يعني الجهاز الفني بيعتبرهم مباراه واحده، الشوط الاولاني في القاهره والشوط الثاني ان شاء الله في كبروني. التدريب الاول اعتقد خلاص قرب على الانتهاء في معسكر برج العرب، كل الامور الحمد لله تسير بشكل جيد يا استاذ محمد. الحمد لله الامور هناك بتسير بشكل جيد، المعسكر هادي جدا هناك، عاده النادي الاهلي كل الفريق خاض التدريب تقريبا، ما كانش في اي مشاكل خالص باستثناء بعض اللعيبه اللي كان موجودين في القاهره اللي كان بيتم تاهيلهم زي باسم علي وزي يعني اكثر من لعيب بيتم تاهيله في المرحله اللي فاتت ديت. عندنا طبعا تمرين بكره برضه في الجزيره الساعه 9 الصبح للغائبين عن الماتش ده. الفريق كله جاهز الحمد لله، وان شاء الله يقدروا يسعدونا باذن الله في ماتش يوم الثلاث، وباذن الله النادي الاهلي يقدر ياخد الثلاثه بونت دولت ويعاود تحقيق ثلاثه بونت برضه في كبارون ان شاء الله، ويعدل ظروف المجموعه ويواصل المشوار ان شاء الله لحظه الله. يا رب ان شاء الله. استاذ محمد البرع الناقد الرياضي، انا بشكرك شكرا جزيلا، ومتابعه هذه التفاصيل المتعلقه باستعدادات فريق النادي الاهلي لمباراه برج العرب. نخرج الى تقرير متعلق باستعدادات فريق النادي الاهلي اللي في المرحله القادمه.
قبل 72 ساعة على موقعة الإنقاذ. دخل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا بمدينة برج العرب بالأسكندرية استعدادا للقاء المرتقب أمام تاونشيب بطل بوتسوانا والمقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من عمر دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون في أول مباراة رسمية له على رأس الجهاز الفني للمارد الأحمر في الظفر بتحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث المهمة في الحفاظ على أمال الأهلي في خطف إحدى بطاقتي المجموعة للعبور لدور ثمانية، وذلك بعدما استهل أبناء قلعة الجزيرة مشوارهم في دور المجموعات بالتعادل سلبا مع الترجي التونسي ثم التعثر أمام كامبالا سيتي الأوغندي بهدفين من دون رد، ليحتل الفريق المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة وفي جعبته نقطة واحدة. كارتيرون يأمل أن يكون معسكر الأسكندرية هو مسك الختام قبل اللقاء المصيري بهدف زيادة تركيز اللاعبين ورفع الحمل البدني والاهتمام بالتركيز على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية خلال اللقاء والاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيبدأ الأهلي به المباراة، وذلك في ضوء ما شاهده المدرب صاحب الشخصية القوية داخل الملعب والودود خارجه أثناء معسكر الشياطين الحمر في كرواتيا، والذي تضمن خوض مباراتين وديتين أولهما انتهت بالتعادل بهدف لمثله أمام أولمبياس لوفيني قبل أن يكتسح كرانسودار رابع الدوري الروسي بالموسم الماضي بخمسة أهداف مقابل هدف، علاوة على الودية الأخيرة التي خاضها الأهلي أول أمس أمام الصاعد حديثا للدوري الممتاز فريق نجوم المستقبل وفاز بها بهدفين مقابل لا شيء، والتي شهدت ظهورا أول للمدافع المالي ساليف كوليبالي في التشكيل الأساسي للكتيبة الحمراء بعد انضمامه رسميا خلال الميركاتو الصيفي الحالي في صفقة انتقال حر رغم بلوغه 30 عام، إلا أن باتريس كارتيرون لديه ثقة كبيرة في هذا اللاعب الذي سبق وأن قام بتدريبه عندما كان مديرا فنيا للمنتخب المالي ثم فريق تيبي مازيمبي الكونغولي ليقرر قيده في القائمة الإفريقية للأهلي رفقة مؤمن زكريا العائد من فترة إعارة قصيرة لنادي أهلي جدة السعودي. حرص المدرب الفرنسي للأهلي قبل الدخول في معسكر الأسكندرية الأخير قبل مواجهة تاونشيب على الاكتفاء بستين دقيقة فقط في ميران أمس خوفا من إصابة اللاعبين بالإجهاد بعد خوض ودية نجوم المستقبل، حيث شهدت التدريبات فقرة بدنية أعقبها تقسيمة قوية للاعب الفريق إلى أكثر من مجموعة في إطار التجهيز القوي للقاء الثلاثاء الذي تأمل جماهير الأهلي أن يكون بمثابة الخروج من عنق الزجاجة ومواصلة مشوار البحث عن اللقب الإفريقي التاسع في تاريخ القلعة الحمراء. أهلا بكم من جديد بعد متابعة هذا التقرير، تقرير مهم بيتكلم عن استعدادات فريق النادي الأهلي والأهداف المرجو منها في هذه المباراة، مباراة تاونشيب بإذن الله مساء يوم الثلاثاء وتحديدا في الساعة 9 بحضور 10,000 متفرج على استاد برج العرب. بطبع الجهاز الفني في هذه المرحلة قدر الإمكان بيفرض حالة من التركيز والسرية الشديدة على كل المعلومات المتعلقة بالفريق، خاصة أن حالة السرية اللي متواجدة داخل المعسكر بتفرض حالة من التركيز أكتر على اللعيبة عشان هذه المباراة والست نقاط، ليست الثلاث نقاط فقط لكن ست نقاط، لأنك هتضعك في مصاف المقدمة في هذه المجموعة قبل مواجهة صعبة جدا في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة أمام الترجي التونسي. كل هذه الاستعدادات احنا بنتكلم عليها من ناحية فنية وإدارية ومتابعة إعلامية، لكن رأي الجمهور بالتأكيد متابع لفريق النادي الأهلي ولاستعدادات فريق النادي الأهلي في المرحلة الحالية، الكل كان بيتفرج على موضوع التدعيمات وبيشوف تغيير الجهاز الفني والرؤية القادمة والمباريات الأفريقية، والكل بيمن النفس إن فوز الأهلي بالبطولة الأفريقية إن شاء الله تكون هذه المرة ويكون اللقب التاسع إن شاء الله. لكن الجمهور نطلع نشوف في هذا التقرير رأيه إيه في استعدادات فريق النادي الأهلي وكيف يرى مواجهة تاونشيب بإذن الله مساء يوم الثلاثاء على استاد برج العرب. إن شاء الله المباراة القادمة هي المباراة اللي هتخلي النادي الأهلي تاني يرجع للبطولة الأفريقية ويقدر إن شاء الله يوصل للهدف الأسمى لينا اللي هي البطولة الأفريقية، وأنا متفائل جامد جدا بالماتش ده، إن شاء الله هو هيبقى البداية
الجديده للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه، عوده روح الفنيره الحمراء مع الجهاز الجديد بالفكر الجديد بتاع النادي الاهلي ان شاء الله. وبالنسبه للجهاز الفني واداره النادي او لعيبه النادي الاهلي هم قدها ويقدروا يعدلوا الدنيا ويقدروا يوصلوا لافريقيا وكمان يقدروا يطلعوا اول مجموعه قدامهم اربع مطوشه سهل جدا ان هم يجيبوا نقطهم ويكسبوهم. هي المطوشه اللي هتبقى بره مصر هتبقى صعبه عليهم، بس هم قدها يقدروا حتى يخطفوا النقط اللي هم محتاجينها عشان يصعدوا حتى اول او ثاني. بس طبعا احنا عيننا دايما المركز الاهلي دايما عيننا على المركز الاول والبطوله المقدمه قدام على طول. متفائل جدا بالمباراتين اللي جايين اللي هم تاون شيب هنا وهناك رايح جاي، ودي طبعا هتقربك جدا، هيبقى لك انت ممكن تاخد 3 بونت تانيين اللي هم الفريق الاوغندي اللي كسبك ده، هيبقى عندك 10 بونت ممكن تعدي قوي قوي اول او ثاني كمان. افريقيا ان شاء الله باذن الله. المدرب ده اصلا المدرب الفرنسي ده كويس جدا، وهو الراجل شاف الاهلي لما كان في وادي دجله، فعارف لعيبه الاهلي وعارف اللعيبه كويس، وراجل محترم وراجل بتاع شغل. اللعيبه يركزوا من اول ماتش لاخر ماتش، وما يعني ما يستهونوش باي ماتش سواء كان في ملعبنا او بره ملعبنا، يعني كل الماتشات زي بعض ان شاء الله. ربنا يكرمنا الاهلي يعني ماشيين كويس في خط سير كويس ان شاء الله، وهناخدها ان شاء الله بدون مقاطعه. يعني احنا اكبر نادي الحمد لله، يعني ربنا يكرم كل واحد يعمل اللي عليه، يعني كل لعيب ان شاء الله يخلي باله يعني ويدوس شويه في نفسه على التمرين ويعمل حاجه للنادي. يعني هو النادي صراحه يعني حد كل الناس تتمنى تلعب في الاهلي طبعا، اكبر نادي يعني. اهلا بكم من جديد. وزي ما سمعتوا في هذا التقرير راي الجمهور، والجمهور عايز اقول لكم مذاكر كويس قوي، عارف ازاي الاهلي بيستعد للبطوله الافريقيه. وحتى يمكن راي الناس واحد من الجمهور بيتكلم على ان الست نقاط مهمين عشان تبقى موجود في الصداره، برضو واحد تاني بيتكلم على ان يعني الجمهور عارف اهميه هذه المباراه وعارف ازاي الجهاز الفني بيستعد، وان حتى الاراء بتتكلم على ان الجهاز الفني بقياده باتريس كارتيرون عارف كويس قوي فرقه الاهلي لما كان متولي مسؤوليه فريق وادي دجله. فان شاء الله باذن الله ثقه هذه الجماهير والتفاؤل الموجود عند جمهور النادي الاهلي ان شاء الله ينعكس على اداء اللاعبين في مباراه تاون شيب، وتكون ان شاء الله 3 نقاط مهمه. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، ومتابعة حية لكل أخبار النادي الأهلي والأخبار المحلية والعالمية، ومتابعة استعدادات فريق النادي الأهلي في المعسكر المغلق في مدينة برج العرب هنا في برنامجكم الأهلي في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الأهلي. بالتأكيد النهاردة عندنا فقرات عديدة ومتابعة حية لكل ما هو جديد داخل النادي الأهلي. عندنا فقرات متعلقة بمعسكر فريق النادي الأهلي في برج العرب بالأسكندرية واللي بدأ النهاردة صباحا، وتدريبات هامة جدا في المرحلة الأخيرة للاستعداد لمباراة تاونشيب بطل بتسوانا في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا. برضو عندنا أفكار ويعني فقرات عديدة متعلقة بأخبار اتحاد الكرة وأخبار الأندية المحلية وأخبار الأهلي في كل مكان المتعلقة باسم النادي الأهلي سواء في فلسطين أو في ليبيا وفي كل أرجاء الوطن العربي الكبير. هناك أخبار عديدة عن النادي الأهلي والأندية التي تحمل اسم النادي الأهلي. أيضا عندنا فقرات مهمة ببرنامج عائلة النادي الأهلي ومتابعة حية لتنفيذ هذا البرنامج داخل مقر النادي بالجزيرة وفروع النادي الأهلي في مدينة نصر وأيضا في الشيخ زايد. ثم الفقرة الحوارية في ختام برنامجنا النهاردة هتكون مع الكابتن خالد دجد الله أحد نجوم النادي الأهلي، وللتأكيد هيكون ليه رؤية فنية ومتابعة لمباراة الأهلي في البطولة الأفريقية وكل شيء متعلق بالشأن الرياضي ومباراة كرة القدم سواء في كأس العالم في روسيا، خاصة أن غدا بإذن الله مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا، والمباراة الأهم اللي بتشغل بال كل جماهير النادي الأهلي مباراة الأهلي وتاونشيب مساء يوم الثلاثاء في 9 مساء على استاد برج العرب بالأسكندرية. دي كانت مقدمة النهاردة مهمة طبعا يعني نرصد بيها ونتكلم عن فقرات برنامجنا النهاردة في برنامج الأهلي في كل مكان. لكن لو بنتكلم بالتفصيل عن استعدادات فريق النادي الأهلي لمباراة تاونشيب، هذه المباراة الهامة جدا اللي بتعتبر في هذه الفترة من أهم الأولويات اللي الجهاز الفني واللعيبة ومجلس الإدارة وكل
الافراد المهتمين بشان كره القدم في النادي الاهلي، حتى جماهير النادي الاهلي الكل مهتم باهميه هذه المباراه، وان الفوز على تاون شيب في مباراه برج العرب يوم الثلاثاء القادم بدايه لانطلاقه افريقيه، في ظل ان هذه المباراه تاتي في استئناف المشوار الافريقي مع بدايه فتره اعداد وموسم جديد بالنسبه لفريق النادي الاهلي في الموسم الجاري. هي مباراه مهمه لا تقبل القسم على سنين، وتعتبر مباراه عنق زجاجه بالنسبه للفريق والجهاز الفني. لدينا لاعبين جدد انضموا للفريق في المرحلة الأخيرة، صفقات جديدة في عدد من المراكز، عودة بعض اللاعبين من فترة الإعارة، تغيير جهاز فني وقيادة جديدة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون. كل هذه الأمور بالطبع الناس بتشتغل عليها الفترة الحالية عشان تبدأ تخش في المشوار الأفريقي وتلعب مباراة تاونشيب بشكل جيد وتفوز بالثلاث نقاط، وبتستعد أيضا للمباراة الأخرى اللي هتكون بعدها بعشرة أيام في العاصمة البتسوانية جابروني، مباراة مهمة يوم 17 ويوم 28 في بتسوانا. النهاردة الساعة 10:30 صباحا كان الفريق في معاد للتجمع في ملعب مختار التتش بالجزيرة. حافلة فريق النادي الأهلي تحركت من مقر النادي بالجزيرة في 10:30 لتصل إلى مقر المعسكر المغلق في مدينة برج العرب، وتقيم البعثة في إحدى الفنادق القريبة من استاد برج العرب. منذ قليل أو في حوالي الساعة 6:00 كان موعد التدريب الأول لفريق النادي الأهلي على إحدى الملاعب الفرعية لاستاد برج العرب. التدريبات مغلقة خلال هذه الفترة، الجهاز الفني يفرض حالة من السرية الشديدة على اللاعبين وعلى استعدادات الفريق لمباراة بطل بوتسوانا. كلنا نعلم أن الجهاز الفني قدر الإمكان خلال الفترة الأخيرة سواء في المعسكر الأوروبي بكرواتيا أو حتى معسكر الأسكندرية أو المرحلة الأخيرة الثلاث أيام اللي هيتمرن فيها الأهلي في برج العرب، الجهاز الفني قدر الإمكان بيحاول يفرض حالة من السرية، ما يكونش فيه أي تفاصيل بتخرج من المعسكر حتى لو كانت متعلقة بتدريبات الفريق أو حالة اللاعبين الفنية والبدنية وحالة المصابين إذا كان هناك أي لاعب مصاب قد يلحق بمباراة تاونشيب. وبالتالي الجهاز قدر الإمكان بيحاول كمان يضع اللاعبين في حالة تركيز شديد، يعني كل ما يكون اللاعب داخل على المباراة والفريق في معسكر ومقفول على الفريق بشكل جيد هيكون في استعداد للمرحلة القادمة بشكل جيد، وإن شاء الله بإذن الله أن الفريق يصل لأعلى معدلات التركيز في المواجهة الأفريقية. أيضا الخبر الثاني متعلق بعد اختيار القائمة التي سافرت اليوم إلى برج العرب لخوض مباراة تاونشيب، في هناك حوالي 10 لاعبين لن يكونوا في معسكر فريق النادي الأهلي، وكان الكابتن حسين عبد الدايم مساعد مدرب الأحمال كان بيقود المران لغير المشاركين في مباراة تاونشيب. أبرز هؤلاء اللاعبين رغم أن منهم البعض مقيد في القائمة الأفريقية زي مثلا باكماني، لكن هناك لاعبين آخرين غير مقيدين في القائمة الأفريقية زي ناصر ماهر وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وأحمد علاء ومحمود الجزار ومحمد شريف والحارس مصطفى شوبير ومحمد الغندور، والنهارده انضم ليهم عمرو جمال العائد من تجربة الاحتراف في الدوري الفنلندي لينضم إلى تدريبات فريق النادي الأهلي. المران كان صباحا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، لكن باقي اللاعبين كانوا في المعسكر المغلق في برج العرب، وأبرزهم طبعا اللي انضم في الساعات الأخيرة سليف كوليبالي اللاعب المالي اللي انضم لقائمة فريق النادي الأهلي، وننتظر مسألة القيد الإفريقي خلال اللحظات القادمة، قد يكون طبعا هناك فرصة لقيد هذا اللاعب قبل المباراة الأولى أو بعد هذه المباراة، هناك وقت لجهاز الفني لقيد أي لاعب وحتى سليف كوليبالي حتى 5 أغسطس مع مباراة الترجي التونسي هيكون آخر موعد للقيد الإفريقي. ايضا هناك يعني باسم علي من اللاعبين المقيدين في القائمه الافريقيه لن يكون متواجد في مباراه تاونشيب، باسم عنده اصابه بيتاهل من اصابه الركبه، لكن ايضا معاه عمرو بركات كمان من اللاعبين اللي عادوا الى النادي الاهلي بعد فسخ التعاقد بالتراضي في السعوديه، فبالتالي في هذه الفتره عمرو بركات وباسم علي بيؤدوا برنامج تاهيلي تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، وهناك جلسات في الجيم لاستكمال التدريبات التأهيلية والاستعداد للمرحلة القادمة. بس من اللاعبين المقيدين في القائمة الأفريقية زي ما قلنا، لكن هيكون خارج المعسكر وخارج الاستعداد لمباراة تاونشيب. وعمرو بركات هنتابع خلال الفترة القادمة مسألة انتقاله أو إعارته لأي من الأندية إذا كان هناك فرصة للعب في أي من أندية الدوري الممتاز. واحنا بنتكلم عن اللعيبة اللي كانت النهاردة بتتمرن في قائمة المستبعدين من مباراة تاونشيب، واحنا بنتكلم كنا
قلنا اسم عمرو جمال. عمرو جمال من اللعيبة اللي كانت بتخوض فترة احتراف خلال السنتين اللي فاتوا ما بين جنوب أفريقيا، ثم ختم هذه الفترة بالاحتراف في الدوري الفنلندي، وهو خاض تجربة الاحتراف في فنلندا على أمل أنه يشارك في العديد من المباريات عشان ينول فرصة التواجد مع المنتخب في كأس العالم. لكن ما كانش ليه الحظ ونصيب للتواجد مع المنتخب في كأس العالم، وانتهت فترة إعارته للدوري الفنلندي، وكان النادي الأهلي ساعده بشكل كبير في هذا الملف عشان يكون ليه تواجد في البطولات الدولية. لكن عمرو خلاص أنهى فترة الإعارة وعاد إلى النادي الأهلي، ومتواجد حاليا في تدريبات اللاعبين الغير مقيدين في القائمة الأفريقية. وهنشوف خلال الفترة القادمة موقف عمرو جمال في مسألة قيده أو ممكن يتلقى أي عروض للاحتراف، لكن عموما هنشوف وجهة نظر الجهاز الفني اللي تفكيره أيضا خلال هذه الفترة كله متعلق فقط بمباراة تاونشيب. يخلص مباراة تاونشيب الجهاز الفني ويبدأ يشوف بقى مسألة قائمة الفريق والاستعداد للموسم القادم ما بين اللاعبين اللي بيتلقوا عروض احتراف والإعارات، أو اللاعبين إن شاء الله اللي هيقيدوا في القائمة الأفريقية، في ظل أن القائمة 27 لاعب أمامك ثلاثة لاعبين للقيد قبل يوم 5 أغسطس القادم بإذن الله. بعثة تاونشيب يعني خلاص يعني تحدد بشكل رسمي وأرسلت خطاب رسمي إلى النادي الأهلي، ستصل ظهر غد الأحد استعدادا لمواجهة فريق النادي الأهلي. كنا بنتكلم في الساعات الماضية عن أن بعثة تاونشيب خدت رحلة طيران صعبة جدا، طيران يصل إلى 18 ساعة للوصول إلى برج العرب. سافرت بعثة فريق تاونشيب من جابروني إلى جوهانسبرج، ومن جوهانسبرج إلى دبي، ومكثت هناك العديد من الساعات انتظارا إلى السفر مباشرة من دبي إلى برج العرب استعدادا للدخول في معسكر مغلق. ويكون الكابتن سمير عدلي طبعا المدير الإداري في استقبال فريق تاونشيب في مطار برج العرب. فريق تاونشيب هيخوض تدريب على فترتين في الأسكندرية، يمكن المباراة إن شاء الله يوم الثلاثاء. من حق أن المشوار الأفريقي يكون بقى دفعة وثقة كبيرة لكل أفراد المنظومة الأهلوية على مدار هذا الموسم. لكن في هذه اللحظات نخرج إلى فاصل ثم نعاود الحديث بعد الفاصل لاستكمال باقي فقرات البرنامج. أهلا بكم من جديد بعد الفاصل. وزي ما كنا بنتكلم الفقرة الأولى كانت مهمة جدا لجمهور النادي الأهلي عشان يعرف حالة فريقه والاستعدادات لمباراة تاونشيب والمرحلة القادمة المرحلة الأفريقية. بالتأكيد الكل بينتظر هذه المرحلة بشكل مهم جدا عشان الانطلاقة تكون مهمة لفريق النادي الأهلي في هذا الموسم اللي هيكون موسم مليء بالأحداث الرياضية والمباريات والبطولات الصعبة جدا. طيب الأخبار المحلية ومتابعة كل ما يدور في الشأن الرياضي المصري، يمكن أخبار اتحاد كرة القدم بتتصدر هذا المشهد، في ظل أن بعد طبعا رحيل هيكتور كوبر وتوجيه الشكر له من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة، بدأ البحث عن مدير فني جديد ليقود المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون بإذن الله لا تكون متواجدة في الكاميرون في شهر يونيو عام 2019 القادم. يمكن اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة رفع سقف طبعا الراتب المحدد للمدير الفني القادم للمنتخب الوطني إلى 150 ألف دولار بدلا من 120 ألف دولار. دي كانت أخبار النهاردة متواجدة بتتعلق باختيارات اتحاد الكرة في الفترة القادمة، وفي ظل أن هناك ارتباطات كثيرة واجتماعات عديدة لاتحاد الكرة مع مدربين أجانب في الفترات الماضية للتعاقد أو لاختيار أحدهم لقيادة المنتخب. في مدارس كثيرة جدا اتحاد الكرة بيناقش معها مسألة تولي المسؤولية في الفترة القادمة، ومسألة العروض بتتراوح بقى، في مدرب يبقى عايز 200 ألف دولار في الشهر والجهاز المعاون كله أجنبي، وفي ناس بتبقى عايزة 150، فبالتالي سقف الراتب ممكن يتحرك من مبلغ إلى آخر إلى أن يتحدد الموقف النهائي بالنسبة للاختيارات القادمة. عشان كده ده كان خبرنا الرئيس النهاردة في أخبار اتحاد الكرة، إن هو رفع سقف راتب خليفة هيكتور كوبر إلى 150 ألف دولار في الفترة القادمة. عندنا طبعا مباراة مهمة جدا، مباراة سوازيلاند دي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم في الكاميرون. هذه المباراة بإذن الله هتكون في شهر أغسطس، يعني هنتكلم بعد
اقل من 30 يوم عندنا مباراه في التصفيات الافريقيه، وبننتظر اختيار مدير فني جديد للمنتخب الوطني. في مدارس كتيره زي ما قلت ان اتحاد الكره بيتناقش معاها وبيشوف امكانيه ان احدهم يتولى المسؤوليه، سواء هيرفي رينارد المدير الفني الحالي للمنتخب المغربي، البرتغالي كارلس كيروش، الالماني جورن روهو. كل هؤلاء المدربين بالتاكيد اتحاد الكره بيحاول يناقش واختيار افضلهم لقياده المنتخب في الفتره القادمه. ايضا خبر اخر، في ظل ان المهندس هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكره بيولي هذا الملف اهميه خاصه، يمكن الخبر الاخر جلسه بين كيروش ومسؤولي الجبلايه خلال الفتره الحاليه. مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بيواصل مسلسل البحث عن مدير فني جديد لقيادة الفراعنة في الفترة القادمة، ويمكن علمنا أن هناك جلسة ستجمع المهندس هاني أبو ريدة وأحد أعضاء اتحاد الكرة مع كارلوس كروش المدير الفني الحالي للمنتخب الإيراني. شفنا منتخب إيران في كأس العالم كان عامل نتائج جيدة جدا، وكان بيلعب مع المغرب والبرتغال وأسبانيا في المجموعة الثانية في كأس العالم في روسيا، فبالتالي فرصة أن أنت تشوف برضو كارلوس كروش المدرب البرتغالي اللي كان بيقود المنتخب الإيراني في كأس العالم، فرصة أن هو يتولى تدريب منتخبنا الوطني وتشوف طلباته المادية للفترة القادمة. في الخبر طبعا في تفاصيل أن كروش رحب بتدريب منتخب مصر، لكنه لسه ما تكلمش عن طلباته المادية وشروط التعاقد مع الاتحاد خلال الفترة القادمة. المجلس المفروض مجلس اتحاد كرة القدم عنده اجتماع نهاية شهر 7، هذا المجلس هيكون حاسم لاختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني. وبالأمس كان معانا دكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة من روسيا، كان بيتكلم معانا في هذا الملف وقال قبل نهاية شهر 7 مهم جدا ان احنا نعلن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني عشان يقدر يتفرج بقى ويتابع اللاعبين المحترفين اللي هيبدأ دورياتهم الأوروبية في شهر أغسطس، وأيضا الدوري المصري، ويبدأ يشوف المدارس اللي يلعب ممكن معاها المباريات الودية، أو حتى لو ما فيش وقت لمباراة ودية يستعد بشكل جيد للتصفيات الأفريقية. عندك 5 مباريات متتالية في الاستعداد للنهائيات إن شاء الله اللي هتكون في الكاميرون في 2019. برضه من العروض المتقدمه او المعروض على اتحاد الكره، يمكن اتحاد الكره تلقى عرض من احد الوكلاء لتولي المدرب البلجيكي هوجو بروس تدريب الفراعنه خلال الفتره القادمه. الفتره دي دايما وكلاء اللاعبين بيحاولوا ان هم يعني كل واحد بيقدم السيره الذاتيه للمدرب اللي هيكون معاه عشان ينول فرصه قياده المنتخب الوطني في الفتره القادمه. احد الوكلاء عرض طبعا السيره الذاتيه المتعلقه بالمدرب البلجيكي هوجو بروس صاحب ال 66 عاما. طبعا برضو ايضا كانت في عروض اخرى جت من وكلاء اللاعبين، وابرزهم طبعا عن البرازيلي فليب سكولاري المدرب الاسبق للمنتخب البرازيلي. بروسا قاد المنتخب الكاميروني للفوز بكاس الامم 2017، هذه البطوله اللي اقيمت في الجابون وفازت بها الكاميرون في المباراه النهائيه على المنتخب المصري 2-1. بروس كان لاعب في نادي اندرلخت وكلوب بريج البلجيكي، وبدا مشواره في التدريب عام 1988 مع نادي رايسينج وايت دورنج ومولمبيك، وعمل بروس في عدد من الفرق الأفريقية والعربية، وكان منصب المدرب المساعد في الجزيرة الإماراتية عام 2011، ثم تولى تدريب نادي شبيبة القبائل الجزائري ثم نصر حسين داي، وكانت الطفرة بهذا المدرب البلجيكي عندما تولى قيادة المنتخب الكاميروني في كأس الأمم الأخيرة بالجابون، والكاميرون هي اللي فازت بهذا اللقب. خبر مهم أيضا متعلق بحكمنا الدولي الكابتن جهاد جريشة. كابتن جهاد جريشة لسه عائد من مشاركة طبعا الحكام في كأس العالم في روسيا، وكانت تجربة ناجحة وجود حكم مصري في كأس العالم في روسيا عام 2018 بعد تجارب عديدة نجحت لجمال الغندور اللي كان متواجد في مونديال كوريا واليابان 2002، وأيضا الكابتن عصام عبد الفتاح في مونديال 2006 بألمانيا. كابتن جهاد جريشة تلقى عروض احتراف خلال الفترة الأخيرة، عروض الاحتراف ليست فقط منحصرة على اللاعبين ممكن يتلقى عروض احتراف، لكن أيضا جاءت الحكام المتميزين. كابتن جهاد تلقى عرض للتحكيم في الدوري الصيني، يبدو ان الدوري الصيني بيبقى عايز لعيبه من مصر وعايز حكام من مصر، واللي تواصل مع كابتن جهاد جريشة الحكم الدولي التركي جوني تشاكير هو اللي تواصل معاه وعرض عليه الامر بناء على طلب من الاتحاد الصيني لكره القدم. في تفاصيل كتيره هتكون مع كابتن جهاد جريشة، خاصه ان دي اول مداخله لكابتن جهاد جريشة بعد ما رجع من روسيا وادارته لمباراه انجلترا والمانيا. كابتن جهاد اولا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن محمد ازي حضرتك، وبرحب بيك وكل مشاهدينك. اولا الحمد لله على السلامه، وكانت مشاركه يعني عايز اعرف تعليقك عليها الاول في روسيا قبل ما انتقل للحديث على العرض الاحترافي اللي جالك في الدوري الصيني. والله يا كابتن محمد الحمد لله رب العالمين، انا لعبت ماتش والحمد لله كسبت الماتش، وبعد كده ان اخد ماتش ثاني ما اخدش ماتش ثاني مش دور انا، لكن الحمد لله خارج الحمد لله بصوره مشرفه للتحكيم المصري والناس كلها اشادت سواء لجنه حكام او مسؤولين.
ان اخد تاني ما اخدش تاني مش بتاعتي، لكن في الاخر كان ريسلي في بيه الحمد لله عملت صوره كويسه، صوره تشرف تحكيم مصري والعربي الافريقي الحمد لله. كانت من الممكن فرصه انك تدير مباراه ثانيه او ثالثه كابتن جاد في الكواليس، يعني كان في فرصه انك مباراه، لانك حتى بعد ما نهايه الدور الاول فضلت متواجد في روسيا، كانت في احتماليه انك تاخد مباراه حتى في دور ال 16. لا انا حتى كان كمان لغايه تعيين لدور الثمانيه كنت موجود ودخلت القاعه على اساس ناخد ماتش دور الثمانيه، لان كانت كل المظاهر اللي موجوده سواء الاهتمام بالطقم بتاعي او التدريبات اللي كانت موجوده قبل ما اغادر روسيا، كل الناس مهتمه بجهاد ومهتمه بالطقم بتاعه وشغالين كويس، فكنا داخلين القاعة على اساس ان ما خدناش دور 16 ممكن ناخد دور 8، وكنا انا وحط بتاع بنتكلم ان احنا ممكن ناخد اوروجواي وفرنسا، لان هو ده كان الماتش اول ماتش في دور 8. يعني القرار طلع ان الماتشات دور 8 كان كل الحكام الثانيه كاس عالم ليهم تعلم دور 8، واحنا تم اعلان ان احنا ماشيين والحمد لله الناس كانت كويس بعد الموضوع ده. انا بسلم على الناس سواء المسؤولين باللوجي كولينا وماتيو بوتاكا ان انت عملت بطوله كويسه وما عندكش مشكله ومتينا في 2022 واحنا بنتكلم، يعني حتى كلنا قبل بعض الماتش ما جيت من رجعت من المدينه كنت فيها قابلني وسلم عليا وبارك لي على الماتش، فاقول له ماتش كويس جود جيم نو نوت جود جيم اكسلنت جيم، فكان طبعا كلام بالنسبه لي مهم جدا من الراجل المسؤول الاول للتحكيم في العالم، فالحمد لله رب العالمين الانطباع كان كويس، لكن الموضوع ان العالم ما يتعينش دي حاجه بقى تحت كابتن محمد. في الاخر الحمد لله رب العالمين خرجت بصوره مشرفه، كنت اتمنى طبعا كاي حكم موجود في البطوله ان كان يلعب ماتش واثنين وثلاثه، لكن في الاخر ما تم يعني تعيين فيه الحمد لله عملت بصوره محترمه الحمد لله. تقنيه الفيديو كانت صعبه على الحكام يا كابتن جهاد في هذه البطوله ولا كانت عامل مساعد؟ وفي مباراتك تحديدا يعني الحمد لله ما استعنتش بيها، يعتبر يعني 10 من 10 انك تحكم مباراه في وجود تقنيه الفيديو الفار ومع ذلك تنجح بنسبه 100%. هو الهدف الاساسي اللي جهزنا تجهيزنا كان ده من سنتين ثلاثه لتجهيز الحكم عشان نقول للتكنولوجي شكرا ونقول للفار شكرا انت انا موجود انا باخد قرار صح انت بتاكد على قراري وطول الوقت انا كحكم موجود واخد مكانك مظبوط عشان اخد القرار مظبوط، وبالتالي نجاح الحكم او كميه نجاحه احيانا بتقاس بتدخل الفيديو معاه او عدم تدخل الفيديو معاه، ده عامل اساسي في النجاح بتاع الحكم. فالحمد لله الماتش دوت والماتشين اللي عملتهم في 2017 برضو كوريا الجنوبيه الشباب الحمد لله برضو لم استعن بالفيديو في اي قرار من القرارات، فده طبعا كل مركزين كل الحكام مركزين ان ما استعنش بالفيديو، لكن في ظروف معينه الحكم غصب عنه بيحصل حاجه خارجه عن ارادته انه يشوف قرار ياخد قرار غلط، وبالتالي تقنيه الفيديو موجوده وانا وجهه نظر شخصيه وجهه نظر الاتحاد الدولي برضو اللي انا بتفق معاها ان نجح بنسبه فوق 90%، و حتى الاخطاء اللي حصلت من خلال الحكام هو خطا الحكم نفسه مش خطا نادي الفيديو لما يقول له هو ما استفدش من التجربه وما استفدش من التقنيه، يبقى الخطا هو خطا بشري، لكن في الاخر انا شايف التجربه نجحت والاتحاد الاول شايف التجربه نجحت وهتستمر وهتستمر وهتكبر وهتكثر في الدول الاوروبيه الفتره اللي جايه وهتلاقي كتير في دورياتها مستمره بالتقنيه، والتقنيه دي نزلت في القانون الجديد لكره القدم موجوده في القانون الجديد، وبالتالي خلاص الموضوع تم اعتماده بصوره كبيره ومستمر هيستمر كحاجه خلاص فرضت نفسها على الساحه التحكيميه على مستوى العالم ان شاء الله. بالفعل يا كابتن جاد تقنيه الفار كانت من التقنيات المميزه جدا في كاس العالم، ورغم ان الفار كان في بعض الماتشات كان بيبقى للمنتخبات الكبيره بتتحسب قرارات، لكن عموما هي تقنيه نتمنى ان شاء الله حتى تطبق في الدوري المصري خلال الفتره القادمه. لكن كابتن جهاد موضوع الدوري الصيني والتحكيم في الدوري الصيني، يعني هذا العرض اولا كانت مفاجاه بالنسبه لك لما تتلقى هذا العرض انك تحكم في الدوري الصيني، ولا شفت العرض ده ازاي؟ والله هو كلام جونيت التركي ده زميل صديق شخصي وكل ومن ساعه ما عرفته انا 2017 و2016 في الاولمبياد لعبنا مع بعض الاولمبياد ريو دي جانيرو، وبعدين كده رحنا كاس عالم شباب في كوريا الجنوبيه، فعارفه من زمان وعلى طول وقت مشواري او طريقي في المشاركات الدوليه كنا مع بعض في جميع البطولات، فعرفت بيه علاقه محترمه جدا زي بيتانا برضو الارجنتيني، يعني دايما بنتكلم مع بعض على الواتس وهي بنتكلم على طول الوقت في حوار وفي كلام، فمن ضمن الحوار ان بعد قبل النهائي انا كلمته وابارك له على الماتش قبل النهائي واداء كويس وكده، هو كلمني احنا اتكلمنا عليك كويس بعد ما انت مشيت واشادت بيك، حتى انا كان هو تعليقه ده كان يستحق يستمر وكده، هو بيتكلم برضه صديق ليا وكان عايزني اكمل وشايفني عملت شغل كويس، فقلت له انا ما فيش مشكله الناس كانت كويسه الناس كانت كويسه كاريه كويسه، وانت كاس العالم الجاي بالنسبه لك ده اول كاس عالم بالنسبه لك، كاس العالم الجاي مهم جدا بالنسبه لك جريشه
وشد حيلك بعد اربع سنين هتبقى وضع ثاني وهتبقى انت راجل خبرات من الخبرات اللي موجوده لكن ثاني كتعلم بالنسبه لك فمهم جدا 2022. وقال على فكره انا عندي لك كذا عندي لك كلام بيدور الصيني بيعرضوا عليا عرض وتواصلوا معايا وقالوا لي من ضمن الحكام اللي اتقالوا للحكم المصري اللي قدر انجلترا وبنما وكده وعايزين نتواصل معاه عشان نقدم له عرض زي ما العرض قدموا لي عرض وكده. فهو هو نفسه بيفكر في عرضه على كاس العالم 2022 هياثر عليه في اوروبا او هياثر عليه في الاتحاد الاوروبي. فنفس الكلام برضه بقول له هو نفس الكلام انا عايز برضه هدفي مش الماديات او هدفي ان انا احط في دوري الصيني او اروح كراجل محترف امد عقد وكده. الاساس بالنسبه لي هو تمثيل بلدي ان شاء الله في الفتره اللي جايه سواء كاس امم او كاس عالم 2022. فالمهم يعني استاذني اني ابعت له الايميل بتاعي وابعت له رقم تليفوني للاتحاد الصيني هناك عشان يتواصلوا معايا وابعتوا له عرض. فقلت له مفيش مشكله هيبعتوا له عرض لكن في الاخر مش هقدر اتحرك خطوه او اخذ قرار الا من خلال الاتحاد الافريقي لكره القدم والاتحاد المصري لكره القدم لان ده في الاخر لو جالي ورق فلازم ارجع للناس ديت لان الهدف بالنسبه لي فعلا مش ماديات او ان انا احترف بمسمى الاحتراف التحكيمي لكن الهدف بالنسبه لي هو 2022 ده الهدف الاكبر بالنسبه لي اللي هشتغل الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن جاد حضرتك ذكرت معلومه مهمه جدا يعني انك تعرض الامر على اتحاد الكره ده شيء بديهي يعني طبيعي جدا بانك حكم بتلعب في الدوري المصري ومنتمي للاتحاد المحلي طبعا الاتحاد المصري لكن فكره كمان انك تتكلم على الاتحاد الافريقي عايزين نفهمها يعني لازم كمان تخاطب الاتحاد القاري بما ان العرض جاي من قاره اخرى جاي من قاره اسيا من خلال الدوري الصيني. لا مش هو ده هو الهدف بالنسبه لي الاتحاد الافريقي هو النافذه بتاعتي لكاس العالم. تمام. الاتحاد المصري قدم لي الاتحاد الافريقي لكن الاتحاد الافريقي هو اللي بيطلعني للفيفا فانا من خلال الاتحاد الافريقي ما اعرفش اروح الفيفا ما اعرفش اترشح لكاس عالم الا من خلال الاتحاد الافريقي وبالتالي لو العرض دوت هياثر عليا ان انا اكمل في مشواري ان انا اترشح كاس عالم ثاني وكده لا ما الاتحاد الافريقي يقول لي لا يا جريش احنا عايزينك معانا لان العرض ده هيبقى فيه ضمن سنه او سنتين حسب الكلام اللي هيجي لي فما اعرفش التفاصيل لكن لو حصل دوت ما اقدرش انا اخسر البطوله او اخسر مشاركه في الاتحاد الافريقي لان الاتحاد الافريقي بالنسبه لي زي الاتحاد المصري لازم اتحرك من خلاله وانا يعني الواحد الحمد لله بدا خبرات عندي اعرف ان انا ما اقدرش اتحرك خطوه الا من خلال الاتحاد القاري بتاعي ومن خلال الاتحاد الاهلي بتاعي ف ما اقدرش اعمل اي حاجه زي قصه قبل كده من فتره كده قال لك اعلان ومش اعلان وكده ما اقدرش انا برضه اطلع من بره سبونسرز وبره القصه ديت ما ينفعش انا اعمل حاجه زي كده الا من خلال الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي يعني اي حاجه ممكن تبقى فيها مشاكل الحكم ما اقدرش اتحرك فيها الا من خلال الاتحادين المصري والافريقي ان شاء الله. لا كويس يا كابتن جاد بصراحه حكم دولي بس مذاكر جدا عشان بتتابع المرحله القادمه لكن كمان الموسم القادم والتحكيم المصري في المباريات القادمه اولا خدت راحه سلبيه وبتستعد للموسم القادم ولا لسه برنامجك ماشي ازاي يا كابتن جهاد؟ والله انا خدت عيلتي وثلاثه مصيف وتم تبليغي من خلال لجنه الحكام الرئيسيه ان انا في المعسكر موجود ان شاء الله في بورسعيد يوم 25 وجاري لاختبار اللياقه يوم 26. قلت لهم انا كحكم مشارك في مونديال روسيا مالي الجاري بس الناس قالت لا ليك الجاري خلاص اقتنعت بالجاري طب انا اتمرن في المصيف من اول امبارح وبستعد ان شاء الله اختبار اللياقه 26 ما دامت الناس عايزين اجري هجري مش مشكله بالنسبه لي فاجري عشان القائمه الدوليه وفي نفس الوقت استعد لموسم جديد وللي عايزينه اللجنه الرئيسيه سواء في الاتحاد المصري او الاتحاد الافريقي تحت امرهم مفيش مشكله بالنسبه لي في اي وقت جاهز اختبارات معسكرات دوري مصري الاتحاد الافريقي انا بالنسبه لي بتعامل باحترافيه جدا ما فيش عندي مشكله ولا أدنى ازمه في القصه ديت انا بالنسبه لي مستعد اي وقت يعني هرجع اسبوع 10 ايام رجعت ان شاء الله الاختبار لان انا رحت اسبوع سلبي وكنت المفروض في البرنامج بتاع 10 ايام لكن هم لما بلغوني من 3 ايام ان انا هاجر الاختبار قطعت الراحه الاجازه من اول لا الاجازه الموجوده زي ما هي بس مع المصيف في تمرين يعني انا موجود كده اتمرنت انا اشتغلت من اول امبارح صباح ومساء وان شاء الله خلال اسبوع هبقى جاهز الاختبار قبل الاختبار باسبوع بالنسبه لي انا مفيش ادنى مشكله تقبلت القرار ومفيش مشكله خالص رايح والمعسكر واجري الاختبار زي اي حكم دولي موجود في مصر ولا مشكله بالنسبه لي وخدت الموضوع بمنتهى البساطه حتى الناس قالت لي حقك ما تجريش ولا يا جماعه انا ولا فارقه معايا قدام الناس اللجنه الرئاسيه قررت ان اجري انا ما عنديش مشكله هجري وجاهز ولا مشكله مع زمايلي ولا مشكله خالص. بالتوفيق يا كابتن جهاد موفق يا رب في الفتره القادمه عندنا حكم دولي متميز نتمنى له التوفيق وتكون ايضا ان شاء الله موجود في كاس العالم 2022. شكرا كابتن ربنا يخليك.
شكرا لك كابتن جهاد. كابتن جهاد جريش اتكلم في تفاصيل مهمة جدا، اتكلم على المرحلة القادمة بالنسبة له في الدور الصيني والعرض، وقال نقطة مهمة لازم نتوقف عندها، ان المسألة لما حتى يتلقى عرض للاحتراف في الدور الصيني او اي دوري اخر خارج القارة الافريقية، المرجع بالنسبة له الاتحاد المحلي وايضا الاتحاد الافريقي، لان الاتحاد الافريقي هو البوابة اللي بالنسبة له للاتحاد الدولي عندما يتلقى او ايميلات بتجيله لادارة مباريات في البطولات الافريقية او الاتحاد الدولي يحتاجه في بطولات الدولية، سواء كأس العالم ناشئين شباب، الكأس العالم للكبار يعني. فبالتالي حكم دولي ومحترف بيذاكر كويس جدا وعارف اللوائح وعارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه. حتى اتحاد الكوره رغم ان الراجل لسه راجع من روسيا وكان بيدير مباريات كاس العالم واخد راحه سلبيه، اول ما طلب منه ان هو يستعد للموسم القادم ويبدا مرحله الجري ويدخل مع الحكام في المعسكر القادم امتثل على طول وبدا واتكلم ان الحمد لله الانطباع عن التحكيم المصري وعنه هو بشكل شخصي في مونديال روسيا من خلال المسؤولين عن التحكيم في الاتحاد الدولي فيفا كانت هناك انطباعات مميزه وانطباعات رائعه، رغم انه ادار مباراه وحيده كانت مباراه انجلترا وربانما، لكن بشكل عام الاتحاد الدولي والحكام المسؤولين هناك عن هذه اللعبه راضيين بشكل طيب على التحكيم المصري وعلى الكابتن جهاد جريش. شكرا لك كابتن جهاد وموفق باذن الله. طيب عندنا برضو يعني بعض الفقرات اللي بتتكلم عن الانديه اللي بتحمل اسم النادي الاهلي، في طبعا اهلي بنغازي واهلي طرابلس واهلي جده السعودي، يعني لو بتتكلم في كل دوله عربيه بتشوف اسامي اللي بتحمل اسم النادي الاهلي هتلاقي اسامي كتير، ودايما النادي الاهلي الكل بيحاول تيمنا بهذا الاسم يعني للبحث على البطولات والارقام والشعبيه. اسم النادي الاهلي اسم كبير جدا في الوطن العربي، وكل مكان لو تروحوا حتى في الاردن في ليبيا في كل في مكان في العراق في فلسطين في كل مكان هتلاقي اسم النادي الاهلي موجود. خبر معايا طبعا احنا بنتكلم عن النادي الاهلي في كل مكان، الاهلي بنغازي بيجدد عقد لاعب اسمه علي البرداح، ده اهلي نادي بنغازي الليبي بيستعد للمرحله القادمه في الانتقالات الصيفيه وبيستعد للدوري الليبي، يعني عمل تعاقد مع لاعب اسمه علي البرداح للانضمام الى صفوفه، وهو لاعب قادم من نادي النصر النصر الليبي. علي طبعا انتقل لاهلي بنغازي لمده 3 سنوات وجرت مراسم تجديد العقد والتعاقد في احدى مقاهي تونس حيث يقضي اللاعب هناك اجازته الصيفيه. اهلي جده السعودي ايضا ضم هداف الدوري المكسيكي، اهلي نادي جده السعودي اعلن التعاقد مع لاعب فريق سانتوس لاجونا المكسيكي اللاعب اسمه ديانجيني تافاريس لتدعيم خط هجومه خلال فتره الانتقالات الصيفيه القادمه. اهلي جده برضو من الانديه الكبيره في السعوديه ودايما بنشوف في الدوري السعودي فيه منافسات قويه، اهلي جده واتحاد جده والنصر السعودي والهلال السعودي، فبالطبع منافسات قويه في الدوري السعودي. برضو في فلسطين في انديه عديده بتحمل اسم النادي الاهلي وابرزهم طبعا نادي اهلي الخليل الفلسطيني، لكن لمزيد من التفاصيل معايا الاستاذ عاهد عوني رئيس تحرير صحيفه الرياضيه الفلسطينيه. استاذ عاهد اولا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي وتحياتنا الى كل اخواتنا في فلسطين. تحياتي لك استاذ محمد وكل التحيه لك ولكافه المشاهدين الكرام، وعاش الاهلي وعاشت جميع الجماهير الاهلي في كل مكان. بالطبع عاش الاهلي وجماهير الاهلي في كل مكان، لكن في رابطه مهمه جدا في فلسطين، رابطه محبي ومشجعي النادي الاهلي في فلسطين، ودايما دورها متميز مع النادي الاهلي حتى لما بيكونوا موجودين في مصر بيحضروا كل مباريات الاهلي وموجودين في الثالثه شمال. صحيح، يعني رابطه محبي وعشاق النادي الاهلي في فلسطين وخصوصا في قطاع غزة مقرها الرئيسي هي رابطة يعني لها عدة سنوات وتقوم بفعاليات عديدة. المباريات المهمة التي يخوضها النادي الأهلي سواء في الدوري المحلي أو البطولات الأفريقية تقوم بعمل تجمعات جماهيرية كبيرة في عدد من الأماكن في قطاع غزة، يحضرها مئات الجماهير الأهلوية التي تبتشح بأعلام الأهلي وأعلام مصر وأعلام فلسطين وتشارك فرحة الأهلي بالبطولات، ونظمت العديد أيضا من الاحتفالات التي جاءت بعد فوز الاهلي خصوصا ببطولتي الدوري ودوري ابطال افريقيا، وهي دوما يعني على تواصل كبير مع قيادات النادي الاهلي ومع جماهيره في مصر العربيه، وايضا هذه الرابطه في قطاع غزه خصوصا وفي فلسطين بشكل عام لها ايضا اسهامات رياضيه حتى على المستوى المحلي لانها تقيم العديد من البطولات تحت رعايتها، ويكون دوما شعار النادي الاهلي متواجد في هذه البطولات المحليه في كافه الالعاب سواء كره القدم أو تنس أو تنس الطاولة أو كرة السلة، وأيضا حتى في مباريات البطولات البلياردو والسنوكر وغيرها من البطولات التي ترعاها هذه الرابطة. يعني حقيقة هذه الرابطة لا يتوقف نشاطها فقط
عند الجانب التشجيعي، بل لها أيضا نشاطات وإسهامات كبيرة، وتعزز أيضا من خلال الزيارات مع الفعاليات الرياضية في فلسطين، ودوما رسالتها حاضرة بأن فلسطين ومصر شعب واحد وأمل واحد ومستقبل واحد. طيب أستاذ عاهد، وإحنا بنتكلم على الأندية اللي بتحمل اسم النادي الأهلي في فلسطين، كم نادي بيحمل اسم الأهلي زي أهل الخليل، لكن كم نادي في الدوري الفلسطيني؟ يعني هناك عدة أندية تحمل اسم نادي الأهلي، خصوصا أشهرها بالطبع هو نادي أهل الخليل لما حققه من بطولات. نادي أهل الخليل هو من منطقة الضفة الغربية، هذا الجزء الغالي من فلسطين. هناك أيضا في قطاع غزة عدة أندية تحمل اسم النادي الأهلي، لربما أشهرها نادي أهلي غزة، وهو يعتبر أول نادي أحرز بطولة الدوري العام في قطاع غزة في العام 1982، وهذا النادي أيضا يلعب في الدوري الممتاز ويعتبر من أعرق وأكثر الأندية في قطاع غزة. وهناك أيضا فريق أهلي النصيرات، وأيضا فريق أهلي البريج، والعديد من الأندية التي تحمل وتعتز باسم النادي الأهلي، ولكن هذه هي الفرق التي يعني تشتهر في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية بحمل اسم النادي الأهلي. وبالطبع يعني حتى أن لباسها وشعارها يحمل اللون الأحمر، وهو اللون المميز للنادي الأهلي. فريق أهلي الخليل دوما يعني يلبس التيشيرت الأحمر، وفريق أهلي غزة أيضا نفس الأمر، وكافة الأندية التي تحمل اسم النادي الأهلي وهي طبعا تعتز بذلك وتفتخر بأنها تحمل هذا الاسم الكبير وتعمل على المحافظة عليه. وبالطبع هذا الاسم يعني بيعطيها زي ما نعرف دفعة معنوية كبيرة وروح كما نسميها دوما روح الفانيلا الحمراء التي تجعلها تؤدي بكل قوة وتحصد البطولات. يعني يكفي بأن نقول بأن نادي أهلي الخليل رغم أنه صعد إلى الدوري الممتاز في العام 2012، لكن منذ تلك اللحظة وحتى الآن الفريق يعني يحرز البطولات وينافس أيضا على البطولات، وأصبح لربما من أكثر الأندية في فلسطين حظا للبطولات، رغم أنه لم يتجاوز سوى 8 سنوات يلعب في المستوى الأعلى في بطولة الدوري وأيضا في بطولة الكأس في الضفة الغربية بفلسطين. طالما ارتبط اسمه بالأهلي فلازم المركز الأول يا أستاذ عاهد. بالطبع يعني حتى فريق الأهلي الآن يعتبر أهل الخليل، رغم أنه يعني كما ذكرت لم يمض على وجوده في الدوري المحترفين في الضفة سوى 6 سنوات، إلا أنه كان في الموسم الماضي قريبا من إحراز بطولة الدوري، ولكن فريق هلال القدس تمكن من الفوز بالبطولة في الأمطار الأخيرة. لكن أهل الخليل يظل مميزا في أنه أول فريق يحصد بطولة كأس فلسطين، هذه البطولة الغالية التي تمثل كافة الأندية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، لأن هناك في فلسطين دوريان، يعني دوري المحترفين في الضفة الغربية والدوري الممتاز في قطاع غزة. والاحتلال بالطبع بسبب إجراءاته العنصرية ضد أبناء شعبنا يمنع التواصل ما بين الضفة والقطاع، وليس هناك يعني تواصل كبير، لذلك تم إقامة دوري هنا ودوري هناك. لكن بالتأكيد هناك بطولة الكأس التي تمت عودتها ليلعب بطل الكأس في الضفة الغربية مع بطل الكأس في قطاع غزة في العام 2015 بعد أن منعها الاحتلال 15 عاما، عادت هذه البطولة وكانت الفرحة بأن يفوز بها فريق أهلي الخليل بعد فترة انقطاع طويلة 15 عاما منعها الاحتلال. لكن أهلي الخليل كان هو الفائز بها في العام 2015، كان على حساب اتحاد الشجاعية، وأيضا بعد ذلك بعد أن أحرز بطولة الدوري في العام 2016 أحرز بطولة الكأس في الضفة الغربية، لعب أيضا مع بطل الكأس في قطاع غزة نادي شباب خان يونس، وأيضا أحرزها فريق أهلي الخليل. ومن ثم في العام 2017 العام الماضي أحرز بطولة الكأس مجددا للمرة الثالثة على التوالي في الضفة الغربية، وتواجه مع شباب رفح، ولكن هذه المرة كانت البطولة من نصيب فريق شباب رفح. يعني أهلي الخليل كان بطلا أو متواجد في بطولة كأس فلسطين ل3 مرات على التوالي، أحرز منها مرتين، وأيضا في رصيده بطولة الكأس في الضفة الغربية 3 مرات على التوالي وهي لم يصنعها أي فريق آخر، وأيضا بطولة السوبر بطل الدوري في الضفة الغربية مع بطل الكأس في الضفة الغربية أحرزها أيضا أهلي الخليل عدة مرات. فحقيقة الفريق يعني يمتلك سجل بطولات كبير وكبير جدا، وأصبحت له قاعدة جماهيرية مميزة في هذا المجال، لأنه فريق يعني يعرف من أين تؤكل الكتف، واسم النادي الأهلي يدفعه دوما للتميز وأن يكون دوما على منصات التتويج، وهذا مما يفعله هذا الفريق الكبير حقيقة الذي يعني يوما بعد آخر تزداد طموحاته. ويكفي أن نقول بأنه أيضا شارك في كأس الاتحاد الآسيوي ممثلا بفلسطين، وهي البطولة التي تعادل كأس الاتحاد الأفريقي، الفريق كان ممثلا بها في العام 2015 وأدى أداء
جيدا في هذه البطوله. تمام استاذ عهد عوني رئيس تحرير صحيفه الرياضيه الفلسطينيه بشكرك شكرا جزيلا. يعني كانت اطلاله مهمه على انديه الاهلي في فلسطين وانديه الاهلي في كل مكان في الوطن العربي الكبير. ودائما الاهلي عندما يرتبط اسمه باي مكان يكون هذا المكان في مقدمه صاحب المركز الاول والمحققين البطولات والتواجد في مصاف الانديه التي تفوز بالبطولات في اي مكان او في اي منطقه تحتوي على بطولات سواء محليه او قاريه. كانت مداخله مهمه جدا واحنا بنتكلم عن الاهلي في كل مكان، لكن ايضا واحنا بنتكلم عن برنامج عائله الاهلي ودور المنوط به الدور الاجتماعي المتعلق بمقر النادي الاهلي بالجزيره وفرعي مدينه نصر والشيخ زايد، كانت هناك قافله طبيه في الاهلي بالتعاون مع مركز براده للعيون. يمكن اللجنه العليا بالنادي الاهلي برئاسه محمد يوسف عامله دور كبير جدا، هناك لجان كثيره تتعلق باللجنه العليا واجتماعات كانت مهمه مع الكابتن محمود الخطيب في الايام القليله الماضيه لتنسيق دور اهميه هذه اللجان ونشر هذه اللجان من خلال ادوار اجتماعيه مع أعضاء النادي الأهلي سواء لجنة الرحلات، لجنة المرأة، لجنة الشباب، لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة. لكن كمان قافلة طبية متواجدة داخل النادي الأهلي بالتنسيق ده مع الدكتور محمد شوقي شكل رائع داخل مقر النادي بالجزيرة وفي فروع النادي الأهلي. يمكن النهاردة السبت كانت تنظيم هذه القافلة الطبية لإجراء فحص نظر شامل لأعضاء النادي الأهلي بالتعاون مع مركز برادة للعيون وجراحات الشبكية، ده بمناسبة النهاردة طبعا اليوم العالمي لمرضى السكر وتأثيره على الشبكية. بدأت فعاليات القافلة الطبية النهاردة الساعة 10 صباحا في مقر النادي بالجزيرة ومستمرة حتى 9 من مساء اليوم تحت إشراف الدكتور عمر أحمد برادة أستاذ الرمد بالقصر العيني. تفاصيل أكتر عن هذا الزيارة وهذه الزيارة الهامة جدا والقافلة الطبية المتواجدة في النادي الأهلي نطلع نشوف في هذا التقرير ماذا دار في ظل ان هذه اللجان وهذه الحاجات الاجتماعيه مع اعضاء النادي الاهلي تلقى اهتمام كبير جدا سواء من اللجنه العليا او من مجلس الاداره. نشوف في هذا التقرير ماذا دار فيه داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وبعد التقرير والفاصل ان شاء الله هيكون ضيفي الكابتن خالد جد الله نجم النادي الاهلي الاسبق، نتكلم معاه بقى عن المشوار المحلي والمشوار الافريقي وكل الامور اللي بتهم جماهير النادي الاهلي مع انطلاقه البطوله الافريقيه واستئناف المشوار الافريقي بمباراه تاون شيب باذن الله مساء يوم الثلاثاء القادم. الغرض من القافلة دي ان احنا نعمل كشف مبكر لمضاعفات مرض السكر على العين. احنا اكيد زي ما كلنا ما عارفين ان مرض السكر ده من الامراض المزمنة اللي يمكن علاجها ومتابعتها بيبقى صعب شوية، فاحنا بنحاول ان احنا نعمل حملة نوعي بيها المجتمع كله، وقررنا ان احنا نبدأ بالنادي الاهلي لان النادي الاهلي من النوادي طبعا العريقة جدا والعزيزة جدا على قلوبنا كلنا. فاحنا هنا النهارده جايبين معانا كل العياده المتنقله بكل اجهزه الفحوصات عشان خاطر نقدر ان احنا نكشف على طبعا الاعضاء كلهم بالاخص الاعضاء اللي عندهم السكر عشان خاطر نقدر ان احنا نكتشف اي مضاعفات مرض السكر ده ونكتشف المضاعفات دي في وقت مبكر عشان نعرف ننصح المرضى دول بيمشوا ان هم يمشوا في السكه السليمه عشان خاطر ان هم يحافظوا مش بس على عينيهم ولكن على صحتهم كلها. ندوه العنوان بتاعها نحو حياه افضل لذوي الاحتياجات الخاصه، ذوي الاحتياجات الخاصه هو نفسه ذوي الاحتياجات الخاصه هنحاول نحسن حياته، اهل ذوي الاحتياجات الخاصه الوالدين والاسره والام بالذات هنحاول نساعدهم انهم ازاي يعيشوا حياه افضل ونساعد ذوي الاحتياجات الخاصه ان ازاي يمارس حياته بطريقه افضل. النادي الاهلي هيسعى لرؤيه عامه شامله جديده موجوده في المجتمع المصري ولكن بخطوات قليله احنا هنحاول نعمل فيها طفره اللي هي فلسفه وسياده دمج ذوي الاحتياجات الخاصه مع المجتمع. يعني كل ما يتطلبه ذوي الاحتياجات الخاصه في مصر هنتكلم فيه، واللي عنده اسئله هنتكلم فيها، اللي عنده مقترحات هنتكلم فيه. وبعدين انا عايز اقول ان دور اللجنه اللي احنا بنحاول جوه النادي الاهلي ان يبقى كل ركن وكل نشاط في النادي الاهلي لازم يكون في جزء لذوي الاحتياجات الخاصه، وده الحمد لله احنا وصلنا يعني لمدى كويس في الموضوع ده وبنسعى ان احنا نحقق اكتر واكتر ان شاء الله. انا داخل بالصدفه ما كنتش قريت الاعلان خالص بس لقيتها فعرفت التفاصيل بالظبط، فكنت انا محتاج الخدمه ديت انا وابني فبالتالي عملتها او داخل اعملها. يعني هي يعني حاجه كويسه ومجهود كبير قوي من مجلس الاداره
ومجهود يعني يشكروا عليه بصراحة، خدمات وفيرة قوي بالنسبة للأعضاء. بكم من جديد بعد الفاصل وفقرتنا الحواريه الهامه جدا مع الكابتن خالد جدالله نجم النادي الاهلي الاسبق. كابتن خالد، اولا برحب بيك وضيفنا النهارده او بيتك ومعنا صاحبي برنامج الاهلي في كل مكان. الله يخليك، مبسوط ان انا موجود معاك. ربنا يخليك كابتن خالد. اولا متابعتك لمباريات كاس العالم، يمكن عندنا متعه كرويه مهمه جدا على مدار شهر كامل، للاسف ختمها بكره مباراه فرنسا وكرواتيا. احداث مباراه كاس العالم شفتها ازاي؟ والنهارده مباراه الثالث والرابع وبكره المباراه النهائيه. والله استمتعنا، يعني يمكن الواحد قاعد في البيت بقاله شهر معسكر، يعني عايش اجواء كاس العالم بشكل كويس جدا. كل المباريات الواحد اتفرج عليها مستويات مشرفه، حاجه جميله جدا، بنتعلم من كل حاجه، سواء من النواحي الفنيه، من جمهور، من تحضير المباريات، من حاجه جميله. كاس عالم فعلا ناجح بشكل كبير جدا. شفنا الفرق الأوروبية اكتساح ويعني تميز في المستوى، قدروا ان هم يطلعوا كل فرق أمريكا، البرازيل طلعت والأرجنتين وكولومبيا فشفنا أربع فرق وصلوا النهاردة، بلجيكا وإنجلترا. بلجيكا قدرت طبعا، الفريق الرهيب اللي أنا بحبه جدا، يعني من أكتر الفرق اللي أنا بستمتع وأنا بتفرج على المباريات كانت بتاعت كاس العالم كان فريق بلجيكا، قدروا النهارده يكسبوا انجلترا وياخدوا المركز الثالث، وده انجاز كبير جدا طبعا بالنسبه لبلجيكا، انجاز مسبوق يعني ما حصلش قبل كده. بكره طبعا فرنسا وكرواتيا، كرواتيا الحصان الاسود اللي فاجئتنا بمستويات هايله، فرنسا نفس الكلام مباراه قويه جدا. فشفنا تفوق اوروبي، اربع فرق من اوروبا هياخدوا من الاول والثاني والثالث والرابع في كاس، في مسابقه كاس العالم، وده انجاز كبير جدا. هي كانت سيطره اوروبيه بالفعل يا كابتن خالد، سيطره اوروبيه يمكن للمره الخامسه في مشوار كاس العالم عبر مدار تاريخ هذه البطوله. دي خامس مره السيمي فاينال والاربع فرق اللي تاهلوا للمباراه المربع الذهبي من اوروبا، يعني خمس مرات فقط عبر مشوار هذه البطوله للمره الخامسه دي تكون فرق من اوروبا في السيمي فاينال. كل فرق امريكا الجنوبيه خرجت، المكسيك كمان اللي اقصت وفازت على المانيا في مباريات الدور الاول. مفاجآت ولا السيمي فاينال لما يكون اوروبي شايف ان ده الطبيعي حتى للكره الاوروبيه في تقدم وتطور دايما؟ لا، هي الكره الاوروبيه فعلا في تطور وتقدم باستمرار، ولكن ما كانش اكتر المتفائلين قبل كاس العالم يقول ان الارجنتين هتخرج والبرازيل هتخرج، المكسيك هتخرج، كولومبيا، فرق قوية جدا، ولكن من الواضح ان الفرق الاوروبية حصل تقدم وتحسن بشكل كبير جدا في النواحي التكتيكية كمان، يعني في قوة وسرعة. النواحي المهارية والنواحي التكتيكية والحلول اللي كانت عند اللعيبة كان فيها تميز بشكل كبير جدا، وده كان من الاسباب الرئيسية اللي هم قدروا يتفوقوا على فرق امريكا اللاتينية. طيب كاس العالم نقدر نقول بعد هذه النتائج مليء بالمفاجآت ولا برضه وجود فرنسا في النهائي بخلاف كرواتيا؟ كان حضرتك قلت الحصان الاسود في هذه البطوله، لكن مباريات سابقه كانت في مفاجات ما حدش كان يتوقعها. طبعا، يعني في مباراه بلجيكا والبرازيل يعني كانت مفاجاه، يعني برضه بلجيكا قلنا من الفرق القويه جدا، عندها ثلاثه قدام طبعا لوكاكو وهازارد ودي بروين، حاجه يعني جميله جدا، ولكن برضو أكتر متفائلين كان بيقول إن البرازيل هتكسب، يعني كان ما حدش بيقول بلجيكا يعني بشكل كبير، ولكن كانت من المفاجآت نظرا للتاريخ. ولكن من الواضح إن كرة القدم دلوقتي ما بقتش تاريخ، بقيت أنت وصلت لغاية فين وبتأدي إزاي وطموحك إزاي وأهدافك إزاي ومستوى التطور في مستواك إزاي، مستوى التركيز في المباريات إزاي، مستوى استغلال الفرص اللي بتجيلك في المباريات بالذات القوية إزاي، إن أنت بتستغلها إزاي عشان تقدر تكسب ماتش. فدي من الحاجات اللي كانت مميزة جدا فرقة بلجيكا، فرقة فرنسا وكرواتيا، الثلاثة دول بالخصوص يعني. طيب كابتن خالد، دي كانت مقدمة مهمة طبعا، احنا بنتكلم عن متعة كرة القدم وجه حديث مباريات كأس العالم، لكن لو ارجع بالذاكرة شوية جيل التمرينات، اكلمك على الكابتن حمزة برادي.
حمدي طبعا حمدي من اللعيبه الجميله. حمدي لعيب كويس وفي مركز ظهير الايمن جيل مميز جدا في المرحله دي. كان بيأدي. لا يمكن حمدي اصغر مني، يعني اصغر مني في السن، وهو يمكن لعب بعاديه ولكن لعب معايا فتره طويله. حمدي من اللعيبه اللي كان مجتهد جدا ولعيب مميز جدا وجاب جوان للنادي الاهلي وادى بشكل كويس في مركز ظهير الايمن. يعني نبدا نتكلم بقى عن النادي الاهلي بعد موضوع كاس العالم، وبنتكلم عن الذكريات وجيل الثمانينات. نشوف في تقرير للكابتن حمدي ابو رال، تقرير صوتي عن مشواره مع النادي الاهلي، ونرجع نستكمل حديثنا مع الكابتن خالد جدل. زكريا حمدي أبو راضي هو أحد النجوم الأهلاوية المميزة التي ظهرت في أوائل الثمانينيات. كان يتميز بستايل اللاعب الأوروبي لما أملكه من قوة وسرعة ورشاقة في الأداء. أبو راضي من مواليد عام 1961، انضم للنادي الأهلي بعد أن اجتاز الاختبارات التي خضع لها تحت إشراف الكابتن أنور سلامة، الذي أوصى بسرعة ضمه لفريق الناشئين، والذي تدرج في هذه الفرق حتى تم تصعيده للفريق الأول. الطريف أنه قبلها مباشرة تعرض لإصابة أبعدته فترة ليست بالقصيرة عن مباريات الناشئين، توقع وقتها عدم تصعيده، إلا أنه فوجئ بالراحل الجنرال محمود الجهري المدير الفني للمارد الأحمر وقتها، وبناء على ترشيح الكابتن فؤاد شعبان باستدعائه، حيث تم ضمه مع مجموعة من الشباب للفريق الأول، لأنه لاعب مميز يملك من المهارات والإمكانات الكثير. ورغم شغله لمركز الظهير الأيسر في فرق الناشئين والشباب، إلا أنه لعب مع الفريق الأول كمدافع أيمن، ساهم مع أبناء القلعة الحمراء في حصد العديد من البطولات سواء المحلية أو الإفريقية. بعد رحيله عن الأهلي لعب مع نادي المقاولون العرب، حقق معه الفوز بكأس مصر، وبعد ذلك انضم لصفوف فريق المريخ البورسعيدي. بعد اعتزاله اتجه إلى مجال التدريب، خاض فترة معايشة في نادي باريس سان جيرمان، وحصل على العديد من الدورات التدريبية، قاد عدة فرق في دور الدرجة الثانية، كما قاد أبو راضي فريق اللاعبين أعضاء جمعية المحترفين خلال المعسكرات التدريبية المطولة لإعداد اللاعبين الغير مقيدين بأندية، وساهم في عودتهم إلى كامل لياقتهم الفنية والبدنية، وبالتالي تعاقد الكثير منهم مع أندية محلية وخارجية. الآن أبو راضي ضمن اللجنة الفنية للنادي الأهلي برئاسة علاء ميهوب، التي ساهمت في تدعيم الفريق الأول والشباب بالعديد من اللاعبين المميزين. فكل التوفيق لجناح الأهلي الطائر حمدي أبو راضي، فهو سيبقى دائما وأبدا أحد نجوم الأهلي. زكريا ورا حلوة زي ما سمعتوا معانا طبعا تقرير صوتي عن مشوار الكابتن حمدي ابو راضي مع النادي الاهلي. كابتن خالد، كان مشوار مهم، وممكن هو لحق معاكم 3 4 سنين، يعني هو كان طبعا من الجيل الكابتن محمود صالح، لكن يعني لحق الجيل بتاعكم في 3 سنين الاخيره معاكم. لحق حمدي زي ما قلت لك، هو من اللعيبه الكويسين ولعب كظهير ايمن، كان مميز وادى النادي الاهلي بشكل كويس جدا، جاب جوان حلو قوي، يمكن بتفرج عليها دلوقتي في حاجات كنت ناسيها، جاب جوان حلو قوي. فحمدي كان من اللعيبه المحترمه. يعني الكرة وقتها اختلفت زمان عن دلوقتي، بس كنت تلعبوا كورة للكورة. طبعا كرة الجميلة فيها متعة، فيها أهداف مميزة. لا، الكرة اختلفت بشكل كبير جدا من ساعة الاحتراف ما دخل، وبقى فيه فلوس وبقى فيه تعاقدات وعقود، الدنيا اختلفت. احنا ايامنا كان يعني الواحد بيلعب في النادي الاهلي مرتبط بالنادي الاهلي، مش هيقدر يمشي من النادي الاهلي خالص. يمكن كان فكر الجيل كله بتاع الثمانينات ما بيفكرش في الفلوس بقدر ما بيفكر ازاي يحصد ويجيب بطولات للنادي الاهلي يفرح بيها جماهيره. كانت الماده دي اخر حاجه. وكان النادي الاهلي في الثمانينات كان عنده 3 فرق، يعني افتكر كان في فرقه بتلعب وفرقه بره وفرقه في المدرج، واي غيابات كانت بتحصل ما كانتش بتاثر على فريق النادي الاهلي لقطره اللعيبه الموهوبين في الوقت ده. طبعا
طيب احنا معانا على التليفون الكابتن حمزي ابو راضي. كابتن حمزي اولا برحب بيك، وضيفي الكابتن خالد جدالله ايضا كمان بيرحب بيك. انا اللي برحب بيك يا محمد، وبرحب بالكابتن خالد طبعا كابتني وكبيرنا في نص الملعب، اتعلمنا منه كتير. حبيبي يا حمدي ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام بالتوفيق. شفت لك تقرير بصراحه لسه بقول لمحمد اجوان انا كنت ناسيها، بس حاجه اجوان جامده جدا. ما هو البركه فيك برضو، انت كنت بتوجهنا في الملعب وتعلمنا منك ازاي نعرف نشوط. الله يخليك يا حمدي، الله يخليك. القنابل بتاعتنا دي الله يخليك. قول لي يا كابتن حمدي، لما انضميت للفريق الاول كان في بقى خبرات كبيره زي كابتن خالد دجدالله، دايما مدرسه النادي الاهلي في موضوع اللعيبه الكبار بتحتوي الناشئين والمجموعه اللي صاعده للفريق الاول، في التجربه وفي التوقيت ده عشتوها ازاي؟ هو طبعا دي الحاجه اللي بتميز فيها النادي الاهلي، احتواء اللعيبه الناشئين اللي لسه طالعه طبعا للدرجه الاولى. يعني بي التوجيه والمسانده ليك والتشجيع، هي دي السمه اللي موجوده وكنا قابلناها كتير، وعشان كده كان دايما قطاع الناشئين اللعيب اللي بيطلع من قطاع الناشئين يبتدي يلعب اساسي، الجمهور ما بيحسش بيه ناشئ ويقول له لسه محتاج خبره، لان الخبره دايما كنا بناخدها من اللعيبه الكبار اللي موجوده في الفرقه زي الكابتن خالد، الكابتن خطيب، الكابتن مصطفى عبده، مش عايز انسى ناس كتيره يعني. طيب وفي المعسكرات كابتن خالد، كابتن حمدي في المعسكرات يعني حتى في الماتشات الافريقيه. حمدي لا حمدي اصل من الناس اللي انا على المستوى الشخصي انا كنت بحبه جدا، يعني سواء في اللعب او كانسان، فدايما كان في المعسكرات لا كان حمدي ملتزم، وزي هو ما قال لك اي لعيب ناشئ بيطلع بيخش على طول في المنظومه بتاعه النادي الاهلي، بيعرف النظام ازاي، نظام الفرقه، التقاليد المتبعه سواء بقى في التمرينات او في المعسكرات، فحمدي كان من اللعيبه الملتزمه جدا يعني. كابتن حمدي، ايه كان اهم ما يميز جيل الاهلي في التمرينات في المباريات سواء المحليه والافريقيه، وبعد كده كان بقى معاك جيل تاني بعد الكابتن خالد جدالله والكابتن خطيب، بقى جه كابتن محمود صالح واستمرته بقى بشكل جيد فيه حتى نهايه التمرينات؟ وطبعا الجيل اللي احنا من يعتبر ان احنا انا عن نفسي يعني من الناس المحظوظه ان انا لعبت مع الجيل الكابتن خالد الكابتن خطيب، كان جيل عظيم طبعا موجود. كابتن محمود صالح يعتبر من جيلي، علاء مجنون من جيلي، انما كنا نعتبر يعني من الناس المحظوظه ان احنا عشنا مع الجيل دوت ولعبنا مع الجيل دوت وتعلمنا منهم كتير، و ما كناش بنحس ان احنا قليلين في اي حاجه، لان دايما كانوا بيحتوونا كلنا وكنا عايشين اسره واحده. ولك ان تتخيل ان احنا ما كناش بنقعد في بيوتنا ونعيش في بيوتنا، زي ما كنا نقعد مع بعض في المعسكرات وفي السفريات والماتشات الافريقيه. فطبعا دي اسعد ايام واحلى ايام حياتي، وافتكر برضه كابتن خالد جدالله يوافقني في الراي دوت ان احنا عشنا احلى ايامنا مع بعض في الفتره اللي احنا لعبنا فيها. طبعا كابتن خالد، لا فعلا كلام مظبوط، احنا كنا بنقعد في النادي اكتر بنقعد في البيت، يعني احنا بدءا يعني مش اقل من 10 ساعات كل يوم بنروح قبل التمرين بساعتين، وبنقعد بعد التمرين والتمرين، ولو كان في تمارين صبح وتمارين بعد الظهر كنا فعلا يعني بنقضي في النادي اكتر من بنقعد في البيت، فدي كانت برضو من السمات اللي كانت بتميز لعيبه النادي الاهلي في الوقت دون، ان هم كانوا بيحبوا النادي جدا، بيحبوا الكره جدا، عايزين يدوا كل حاجه للنادي، ما بيفكروش في المصلحه الشخصيه بتاعتهم، ويعني كان كل الجيل بتاع الثمانينات كان كده. طيب كابتن حمدي كلمه اخيره، هدف ما تنساهوش يعني او مباراه ما تنساهاش بالنسبه لك وانت بتتفرج على شريط اهدافك وذكرياتك مع النادي الاهلي؟ هو طبعا الهدف المهم وما انساهوش في حياتي، بس هو مش معروض يعني او مش متداول موجود في بالنسبه في قناه النادي الاهلي. هدفي يمكن كابتن خالد فاكر الماتش ده كويس، مباراه المقاولين في كاس مصر، هدفي في الانطوان من نص الملعب واحنا مغلوبين، ابتدى يعني يعتبر ان احنا ابتدينا المباراه واحنا مغلوبين 1-0، فده كان اغلى هدف، لان هدف في توقيت عدنا للمباراه تاني وكان الدور قبل النهائي في كاس مصر، زائد ان هو كان برضو في حارس عظيم قوي بالانطوان، والناس كلها عارفه بالانطوان ده
كانت فرقه المولين جامده جدا. فرقه المولين جامده في الوقت ده. فرقه المولين كانت جامده جدا، وانطوان كان من احسن طبعا حراس المرمى على مستوى القاره الافريقيه. الهدف ده فعلا من الاهداف الجميله جدا، ويمكن حمدي بخت وحش ان هو فعلا يعني مش موجود او ما بيتذاعش عشان الناس تشوفه. نتمنى هنا يعني لو القناه باذن الله لقيته تذيعه، لان حاجه موفق دايما يا كابتن حمدي. وعايز اقول لك ما تروحش بعيد، بعد ما اقفل معاك هتسمع بقى راي الجمهور، وبنتكلم عن جيل التمرينات، ودايما كان جيل مميز بالعديد من البطولات والاخلاق العاليه. كنتوا بتلعبوا للنادي الاهلي، وبالفعل كانت فتره مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي. شكرا ليك كابتن حمدي. نخرج الى تقرير نتابع فيه طبعا راي الجمهور عن الكابتن حمدي ابرادي والجيل التمرينات اللي اسرع الحياه الرياضيه وساهم بشكل كبير جدا في تاريخ النادي الاهلي محققا العديد من البطولات سواء المحليه او الافريقيه. كابتن حمدي ابو راضي نجم من نجوم النادي الاهلي الزمن الجميل طبعا، في وجود كابتن محمود الخطيب اسطوره الكره المصريه. وافتكر له ماتش من الماتشات اللي كابتن الخطيب احرز فيها هدف تاريخي الاهلي واحد الانديه التونسيه، يعني كره رجعت لكابتن الخطيب على حدود المنطقه، وكانت يعني هاف فولي كده من بره وراح شايطها، كانت رائعه. كان اول المحتفلين بيه كابتن حمدي ابو راضي. كابتن حمدي ابو راضي الناس اللي تركوا بصمه في الظهير الايمن، وكان له طبعا صولات وجولات، وكان بيجيد التسديد على المرمى بشكل غير عادي. يعني كان باك عصري وكان باك متطور، ترك بصمة كبيرة في تاريخ النادي الأهلي. هو دلوقتي في النادي الأهلي في اللجنة الفنية بيدور ويكتشف وبيروح وبيجي، وكان له الفضل في وجود واحد زي محمود الجزار واللجنة الفنية محمد فخري ولاعيبة تانية، لكن هو عينه حلوة بصراحة في اكتشاف النجوم. نتكلم على الأخلاق قبل اللعب، يعني دايما ببدأ بالأخلاق. أخلاقيات طبعا عالية جدا، وابن من ابناء النادي الاهلي لا غبار عليه، ما حدش مسك عليه حاجه او اتكلم عنه او لسل عنه. لعيب في منتهى الطاقه، كان بيلعب في خط الظهر يعني باك رايت. فكل الصفات الجميله وكل السير يعني اتمنى تكون متاصله موجوده دلوقتي. يعني حته الاحتراف للاسف يعني هزت المنطقه دي شويه، فانا اتمنى تعود تاني نفس الاخلاقيات. لعب مع جيل عظيم، لعب مع جيل كوره، لعب مع الخطيب ولعب مع مصطفى يونس ولعب مع مصطفى عبده وحضر الكابتن اكرامي وحضر الناس دي كلها وحضر لعيبه كتير قوي. والجيل ده كان احسن جيل عندنا في النادي الاهلي، وكان باك يمين هو، كان بيلعب اللهم صل على النبي، كانت رفعاته كويسه وكان لعيب كويس، وكان جيله كان جيل الله اكبر عليه، فكان من احسن الاجيال اللي جابته افريقيا. وجبنا بطوله افريقيا، كان معانا الكابتن حمدي ابو راضي اللي كانت في كتوكو، وكانت الفرحه جامده قوي، وكانت أول فرحة لجمهور النادي الأهلي. لعيب خلوق وطيب، كان هادي جدا، سواء اللعب في الملعب أو ما لعبش في الملعب كان بيرضى بقليله، كان متميز في يعني كان هادي. اللي ما كملش ما لعبش كتير كابتن حمدي ابو راضي، وكان بيلعب تمام التمام ولعب مع مجموعه حلوه، لعب مع كابتن حسن حمدي ومع محمد ماهر ومصطفى يونس وسمير حسن. يعني كرة يعني كانت موفقة لي كويس قوي، بس هو كان لعيب متميز. من علامات من النادي الأهلي هو نعم مش واخد حقه يعني جماهيريا ولا إعلاميا، ده كان باك يمين جامد جدا، وأعتقد يعني إن كان أحسن واحد بيعمل تاكلينج في مصر كلها. يعني ما انساش ابدا اي تاكلينج بتاعه، كان بيهاجم او بيدافع وبياخد الكره من عند الكورنر، وكان دي رفعات مميزه واهداف مميزه، فكان لعيب جامد بصراحه. بس اتمنى يسلط عليه الضوء اكتر من كده شويه، لانه يستاهل اكتر من كده الحقيقه. يعني زكريا ورا حلوه اهلا بكم من جديد بعد متابعه طبعا هذا التقرير وراي الجماهير في جيل التمرينات، وتحديدا الكابتن حمدي ابو راضي كاحد اللاعبين المميزين اللي كانوا موجودين في هذه المرحله المهمه من تاريخ النادي الاهلي. كابتن خالد، نرجع تاني بنتكلم عن حديثنا عن النادي الاهلي، وزي ما بنتكلم في جيل التمرينات بنتكلم عن المرحله القادمه. عندك مباراه مهمه جدا، مباراه تاون شيب في البطوله الافريقيه،
وفتره استعداد يعني ما بين الموسمين، يعني بتستعد من خلال تغيير جهاز فني في صفقات يعني بمعدلات بسيطه لبعض الاحتياجات الخاصه باللعيبه والمرحله القادمه، وبعد كده معسكر اوروبي ومعسكر مغلق 72 ساعه في برج العرب. شايف هذه الاستعدادات لمباراه مهمه وانت لازم تكسب لا بديل عن المكسب في مباراه برج العرب وحتى بعدها ب 10 ايام في بوتسوانا، شايف الاستعدادات ازاي وهي مباراه مهمه جدا؟ لا، الاستعدادات النادي الاهلي ابتدى يعني هو خلينا نتكلم على المباراتين مهمين جدا، مهم جدا النادي الاهلي عشان يضمن ان هو يكمل او يضمن ان هو يكمل مسيرته في البطوله الافريقيه لازم يكسب الماتشين اللي جايين، سواء الماتش اللي هيتلعب في برج العرب او الماتش الثاني اللي هيتلعب في بوتسوانا، لان النادي الاهلي عنده نقطه واحده. انا اتمنى الماتش اللي جاي باذن الله احنا نكسب نبقى 4 بونت، والترجي يكسب كامبالا سيتي يبقى احنا بقينا تاني مجموعه، فدي هتحطنا على الطريق المظبوط وهتدينا ثقه ان احنا باذن الله النادي الاهلي ياخد مكانه الطبيعي. بالنسبه للاستعدادات، الاستعدادات كانت كويسه، النادي الاهلي سافر معسكر اوروبي وقبل كده كان معسكر في اسكندريه، لعب العديد من المباريات الوديه، ولكن انا الماتشين دول بالذات اللي جايين يعني انا بحملهم على مسؤوليه اللعيبه. انا اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي كل واحد يكون في حالته، اللي هيكون موجود هيبتدي الماتش او هيكون قاعد بره يكون في حالته الطبيعيه ويكون بيأدي بمستوى كويس، على اساس ان لازم فعلا باذن الله نعدي الماتشين اللي جايين دول باذن الله ونكسبهم. بخبراتك ايه النصائح ممكن تتقال للاعيبه في المرحله الحاليه؟ ممكن يكون في ضغط بحضور جمهور وعايز تكسب، يعني والحمد لله معدل الاهداف مش فارق معاك، انت لازم تكسب الثلاث نقاط، يعني مش فارق معاك تكسب 2-0 او 3-0، مش مرحله الخروج من مباراه او اخرى، لكن يتقال للعيبه ايه في التوقيت ده؟ يتقال للعيبه اول حاجه، اول ملحوظه، ان احنا خلال المباراتين اللي فاتوا النادي الاهلي ما احرزش ولا هدف، يعني المباراه الاولى مع الترجي 0-0، المباراه الثانيه مع كامبالا سيتي خسرنا 2-0، فيبقى لازم يتقال للعيبه ازاي نستثمر الفرص اللي هي هتيجي حتى من انصاف الفرص، ازاي ان احنا نقدر نسجل اهداف حتى لو هدف واحد نقدر نكسب بيه الماتش. طيب انا عاود الحديث بالتاكيد كابتن خالد ده بعد الفاصل، نخرج الى فاصل ثم نعاود الحديث مع كابتن خالد جدله عن مشوار الاهلي الافريقي خلال الفتره القادمه. اهلا بكم من جديد بعد الفاصل. كابتن خالد جدله كان بنتكلم عن مشوار الاهلي في افريقيا ومباراه تاونشيب، مباراه تعتبر عنق زجاجه، اتكلمت حضرتك طبعا على الكلام اللي اتقال للعيبه وانها مباراه مهمه وان ازاي نقدر نتخطى هذه المباراه، وانك مش من البدايه مش المباراه هنا بس في برج العرب، لا لازم كمان تقيس شغلك على مباراه ثانيه بعد 10 ايام، وانت بتحضر لهذه المباراه بتفكر في المباراه الحاليه اللي عندك يوم الثلاث ولا بتحط في اعتبارك المباراتين مع بعض؟ لا، افكر في مباراه الثلاث الاول ازاي اتجاوزها، لان طبعا هي هتختلف، يعني السيناريو بتاع المباراتين هيبقى فيه شويه اختلاف على حسب كمان النتائج، انما اللي ما فيش مفر منه ان مباراه يوم الثلاث لازم نكسبها، لازم النادي الاهلي يكسب المباراه وياخد 3 نقط، وزي ما قلت لك في الاول يا ريت كمان الترجي يكسب كامبالا فهنوصل نبقى 4 نقط، نبقى تاني مجموعه، فكده الامور تبقى ايه، تهدى شويه وتستقر شويه، حتى هتدي لك ثقه في المباراه الثانيه ازاي الجهاز الفني يتعامل معاها. ولكن المباراه الاولى زي ما قلت لك الملحوظه المهمه جدا ان النادي الاهلي، ودي برده ملحوظه سلبيه، ان في مباراتين اللي قبل كده قدام كامبالا سيتي والترجي ما احرزش ولا هدف، ده يعني ان في هناك قصور في النواحي الهجوميه، يبقى على الجهاز الفني اول حاجه مهمه لازم يعملها ايجاد الحلول الهجوميه بالنسبه للاعبين، ازاي ان احنا نقدر نوصل لمرمى الفريق المنافس سواء من على الاجناب، سواء بالتسديد من خارج منطقه الجزاء، سواء من العمق، ازاي يوجد الحلول ويختار اللعيبه اللي هي تقدر تنفذ النواحي الهجوميه مع التامين الدفاعي طبعا. فمباراه الثلاث مهمه قوي ان احنا نفكر فيها الاول، نكسب الثلاث نقاط وربنا يكرمنا بعد كده نبتدي نفكر في اللي بعد كده. طيب لو بتشوف تشكيل الفريق او اللعيبه اللي ممكن تلعب بيها هذه المباراه، الخبرات اللي موجوده زي مؤمن زكريا وزي وليد سليمان جونيور اجاييه تبدا بيه بالمباراه ولا ممكن تغير شويه في طريقه اللعب او في الاداء الهجومي؟ لا، واختيار لعيبه طبعا حق اصيل للجهاز الفني، هم اللي معاشرينهم، هم عارفين حالتهم دلوقتي واصلين لايه، كل واحد واصل لايه من خلال المباريات الوديه اللي لعبوها، من خلال التدريبات، من خلال رؤيه المدير الفني. المفروض المدير الفني الجديد ده اكيد ليه رؤيه عايز ينفذها، سواء في طريقه اللعب، سواء في توظيف اللعيبه، سواء في اختيار التشكيل، سواء في التغيير، وده اللي هنشوفه باذن الله من خلال يوم الثلاث. ولكن ازاي ان انت تعتمد مش على الخبرات بس،
زي ما بقول لك هي هتبقى صعبه، لان هو المدير الفني هو اللي معاشر اللعيبه وعارف هم وصلوا من النواحي البدنيه والمهاريه والخططيه والتكتيكيه لغايه فين، فهو اللي يقدر ينقي وهو اللي يقدر زي ما بقول لك يحط السيناريو اللي هيشتغل بيه المباراه بتاعت يوم الثلاث. ولكن في النهايه فرقة تاونشيب برضو من الملحوظات اللي أنا واقف عندها إن هم في ملعبهم كسبوا مباراة، كسبوا كامبالا سيتي 1-0، وبرا ملعبهم خسروا 4-1 من الترجي. النتيجة دي 4-1 دي توقفني، يعني إن هم بيلعبوا برا ملعبهم ويجي فيهم 4 أهداف، يبقى برضو الفرقة بتاع تاونشيب دي ما بتلعبش جيم دفاعي حتى في المباريات الخارجيه، لا بتلعب وهي معاها الكوره بتهاجم وهي معاش الكوره بترد عشان تدافع، ولكن من الواضح ان هناك قصور عندهم في النواحي الدفاعيه. الفرقه دي كل ما هتضغط عليها وكل ما زي ما بقول لك هيكون عندك حلول هجوميه من على الاطراف ومن العمق ومن التسديد من خارج منطقه الجزاء هتقدر ان انت تحرز فيها اهداف وتكسب الماتش. طيب بما ان حضرتك اتكلمت على مباراه الترجي وتاون شيب اللي كانت في ملعب رادس، يمكن حتى الدقيقه 50 كانت المباراه 1-1، إذا لو أنت بتتكلم على أداء هذا الفريق ممكن في الشوط الثاني بيكون أداءه الدفاعي أو المعدل اللياقة البدنية بيقل؟ مش كده، هو يعني هي دي ملحوظة تتحط في الحسبان ولكن مش يقين يعني، ولكن هو اليقين إيه؟ إن هو بيلعب جيم مفتوح، قدر إن هو يسجل هدف يتعادل مع الترجي 1-1 بره ملعبه، ويبقى الحقيقة اللي إحنا نقدر نوصل لها إن هو بره ملعبه بيلعب جيم مفتوح، ما بيأمنش زي مثلا الفكر بتاعنا تلعب بره امن دفاعي عشان تطلع متعادل، لا هو بيلعب جيم مفتوح زي ما بقول لك، ودي الكره الحديثه، وانت معاك كره بتهاجم، كره بتتقطع منك ازاي بترد عشان تدافع. فالفرق دي احنا في مصر ولعبت النادي الاهلي بخبراتها نعرف نلعب معها بشكل كويس جدا ونقدر نكسبها باذن الله. فمن الواضح زي ما قلت لك في الاول ان المباراه دي انا احملها للعيبه، يعني الجهاز الفني يمكن فتره الاعداد كانت مش بالشكل اللي احنا كنا نتمناه، وقت قليل، يمكن المدير الفني لسه ما اكتشفش معظم امكانيات اللعيبه او امكانياتهم. فالقصه بتاعت يوم الثلاث المباراه دي لعيبة النادي الأهلي هي اللي هتتحملها، وأنا شايف إن هم بإذن الله لو في بشيء من التركيز وشيء من استثمار الفرص اللي حاجينها هتبقى المأمورية سهلة بإذن الله. راجع من كأس العالم في روسيا 6 لعيبة دوليين كانوا مع المنتخب الوطني بالإضافة لعلي معلول، ما بين إن طبعا النتائج كانت سيئة والروح المعنوية أكيد طبعا مش في المقدمة، الروح المعنوية مش عالية قوي بعد ما خرجت من الدور الأول، لكن إزاي هتستفيد بالحالة البدنية والفنية لعيبتك الدولية؟ علي معلول لعيب دولي في منتخب تونس، مروان محسن كان بيقود هجوم منتخب مصر، محمد الشناوي يمكن هي الحاجه الايجابيه الوحيده ان هو راجع بالتاكيد كان حارس متميز وظهر بشكل جيد في حراسه مرمى المنتخب. ممكن تستفيد بنقطه ان عندك لعيبه دوليه لعبت كاس عالم في هذه المباراه او في هذه البطوله؟ طبعا هتستفيد، بس عشان تستفيد لازم نمره واحد اكيد الجهاز الفني واكيد عملوا الكلام دون ان هم اشتغلوا على النواحي النفسيه ازاي ان انت تغسل بقى دماغ اللعيبه دي من اللي حصل هناك في روسيا تفصل. والنتائج لازم يفصلوا، ودي بتبقى سهله جدا واكيد الجهاز الفني اشتغل عليها عندنا في النادي الاهلي، واكيد من الواضح ان كل لعيب من اللعيبه الدوليين هيحاسب برضه على اسمه وعلى مستواه وعايز يبان بشكل كويس. زي ما انت قلت محمد الشناوي ادى بشكل كويس جدا هناك وحط رجله ان هو من الحراس الواعدين، فباذن الله هم يتحملوا المسؤوليه وباذن الله النتيجه هتكون كويسه. ظهور الشناوي في كاس العالم بالشكل المتميز ده طمنك على مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي؟ طمني، وانا مطمن يعني مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي على طول انا مطمن بيه سواء بوجود الشناوي او مكمل قبليه الحراس التانيين، ولكن المستوى اللي ظهر بيه الشناوي والثقه اللي هو اخذها انا اتمنى ان الثقه اللي هو اخذها في كاس العالم يستغلها بشكل كويس بشكل ايجابي مش بشكل سلبي. بمعنى ايه؟ ان الثقه دي ازاي ان هو يطور من نفسه، ازاي تركيزه يزيد، ازاي يعرف ان هو بقى جون مهم جدا وجون كل الناس متوقعه منه مستوى كويس قوي، مش بالشكل السلبي ان هو ممكن يكون في سنه غرور او في سنه تكبر، لان حارس المرمى لو ما فيش تركيز وان هو لو مش عايش المباراه باي كوره من قبل ما تجيله وتركيزه مش عالي ما بيبقاش كويس. فانا اتمنى ان هو يستغل الثقه اللي خدها في كاس العالم بالشكل الايجابي زي ما انا اتكلمت ازاي ان هو يطور من نفسه، ازاي نسبه تركيزه تزيد، ازاي يعرف ان هو بقى حارس مميز وحارس يمكن انه نقدر نقول الحارس الاول في مصر، فيستغل هذا الكلام عشان يقدر يحافظ عليه. طب كابتن خالد وانا بكلمك على المباريات الوديه، يمكن اخر مباراه الاهلي خاضها كانت امام نجوم المستقبل وفاز بهدفين مقابل لا شيء، احرز الهدف الاول وليد ازارو والهدف الثاني هشام محمد. هذه المباراه شهدت انك بدات باثنين فراوده، بدات بوليد ازارو ومروان محسن، حتى في الجزء الاخير من المباراه في العشر دقائق الاخيره نزل صلاح محسن مكان وليد ازارو. هل تتوقع ان الاهلي يلعب مباراه تاون شيب باثنين رؤوس حربه
ولا هنرجع للطريقه القديمه 4-2-3-1؟ ما هو ده يرجع بقى لفكر المدير الفني، ولكن واضح ان هو طالما لعب براسين حربه في مباراه وديه، وحتى التغيير نزل صلاح محسن ولعب برده براسين حربه، يبقى هو مقتنع ان لازم يكون يلعب براسين حربه، وعنده يعني عنده مروان محسن وعنده ازارو وعنده صلاح محسن، فهو ده فكر المدير الفني وده السيناريو اللي هو هيحطه. واكيد برضو الجهاز الفني وهو والراجل المدير الفني اتفرجوا على فرقه تاونشيب، يعني جابوا لهم الماتشات اللي قبل كده واتفرج عليهم واتفرج على خط ظهرهم واتفرج وهم بيدافعوا بيقفوا ازاي، هل هناك بيبقى تمركز جيد ولا هناك بيبقى عدم تركيز واخطاء دفاعيه، فهيبتدي يضغط عليهم ازاي سواء بدفع براس حربة واحد أو براسين حربة، فهو دي هترجع برضو للمدير. ده بيساعد في معدل التهديف يا كابتن خالد؟ هو مش الطريقة هي المهمة، هو أداء يعني التنفيذ اللعيبة ومدى حرصهم وفهمهم لواجبات المراكز بتاعتهم بشكل كويس. بمعنى إيه؟ أنا ممكن ألعب براسين حربة وما أجيبش جوان، وممكن ألعب براس حربة واحد وتحتيه ثلاثة لعيبة وسط مهاجمين ولكن عندهم الإمكانيات الهجومية من سرعة واختراق وكور عرضية وشوتنج على الجون أجيب جوان أكتر. فهي العبرة بالتنفيذ مش براسين حربة أو براس حربة واحد، بمدى قدرة اللعيبة ونجاحهم في تنفيذ مهامهم داخل الملعب بالذات المهام الهجومية. طيب لو بتتكلم عن الشكل الهجومي اللي في هذه المباراة، تتوقع أول ربع ساعة تبدأ بثقة تهاجم بشكل قوي عشان تربك المنافس، ولا تبدأ هادي ولسه عندك المباراة طويلة 90 دقيقة؟ لا لازم اضغط طبعا. تضغط من اول دقيقه؟ اه طبعا من اول دقيقه وال90 دقيقه كلهم، يعني هو النادي الاهلي المفروض اي فرقه بيلعبها لازم بيضغط، طالما انت معاك الكوره لازم بتهاجم بشكل كويس، معكش الكوره ازاي بتضغط على الفرقه بالذات من قدام عشان تقدر ان انت تقطع الكوره في اقل وقت ممكن وتقدر ان انت ترد وتقدر تعمل هجمات تقدر ان انت تجيب بيها اهداف يعني. فلازم النادي الاهلي من اول ربع ساعه يضغط، وبعدين انت ممكن تقسم الماتش على ثلاث مراحل. اول ربع ساعه ازاي بتضغط من قدام، لان برده مفيش فرقه هتستحمل ان هي تضغط 90 دقيقه، ازاي ان انا بضغط اول ربع ساعه بشكل كويس، وبعدين الربع ساعه الثانيه ازاي بضغط من نص الملعب بحيث ان انا استحوذ شويه على الكوره واخد نفسي فيهم، وازاي الربع ساعه الاخرانيه ازاي اضغط على الفرقه ثاني. فهو التنوع حتى في اداره اللقاء بالنسبه من قبل المدرب ده بيدي متعه يعني بالنسبه للمتفرجين، وبيدي متعه حتى بالنسبه للعيبه اللي بتادي جوه الملعب يعني. طب كابتن خالد، انت من المدربين اللي المدرب او المدير الفني يضع سيناريوهات للمباراه، يبقى نازل عارف اول ربع ساعه لو نتيجه سلبيه يبدا يلعب ازاي، لو جاب هدف في اول ربع ساعه يقسم المباراه ازاي، مواعيد تغييراته، التبديلات اللي هتحصل في المباراه مع المدرسه اللي تحدد سيناريوهات المباراه، ولا حسب يعني سير المباراه يبدا يشوف الفرقه محتاجه ايه؟ لا على لا لازم من الاول، اي مدير فني ذكي لازم بيحط السيناريوهات او كل اللي ممكن يحصل في الماتش. يعني انت كسبان وبتلعب فرقه، وبعدين كل السيناريوهات دي بتبقى على حسب امكانيات الفرقه اللي انت بتلعبها، هل الفرقه اللي انت بتلعبها انت اقوى منها ولا هي في مستواك ولا هي اقوى منك، فالسيناريوهات بتختلف. ولكن كل مدير فني المفروض ان هو يبقى موظف ومحضر كل السيناريوهات او كل المواقف اللي هي ممكن تحصل في الماتش، والحلول تبقى موجوده عنده، لان في ماتشات بتبقى فيها ضغوط كبيره جدا ممكن المدير الفني مخه مع الضغوط اللي بتبقى حواليه ممكن ما يوصلش للحل المظبوط، وهو ده اللي بيحصل ساعات لما بنلاقي تغييرات بنقول ايه التغيير ده غلط، لان انما من قبليها لما المدير الفني بيبقى حاطط السيناريوهات والتغييرات على حسب سير الماتش، ما هو انت الماتش كوره ايه؟ لا اما هتبقى كسبان، لا اما هتبقى متعادل، لا اما هتبقى خسران، وبعدين انت عايز تكسب ولا بتلعب عشان تتعادل، كل دي حاجات يعني سيناريوهاتها بتتغير، فانت بتحطها يعني ماتش زي اللي جاي، النادي الاهلي عايز يكسب، يبقى انا لازم هشوف هلعب براسين حربه او هلعب براس حربه واحد، طب لو لعبت ربع ساعه عدى الشوط الاولاني ما جبتش جوان، طب ايه التغييرات اللي هزود بيها النواحي الهجوميه على حسب بقى حاله اللعيبه اللي هتكون يعني كل الكلام ده وانا لازم يكون موجود. فكره كمان طريقه اللعب، انت ممكن تبدا بهشام محمد وتوزع ادوار وسط الملعب، ولا ممكن تبدا بالشكل الكلاسيكي بتاعك حسام عاشور وعمرو السوليه؟ لا يعني في ماتش زي اللي جاي ما انا يعني ما اقدرش اقول لك، لان انا يعني في ظل المباراه الوديه الاخيره كابتن. لا انا عشان اقول لك لازم اكون اتفرجت على فرقه تاونشيب يعني شفتها، اقدر اقول لك نلعب باثنين ديفندرين صراح زي حسام عاشور وعمرو السوليه في نص الملعب، ولا نلعب بواحد ديفندر واللي جنبيه يكون عنده حريه ان هو يقدر يتقدم شويه. كل الكلام ده بيرتبط بايه؟ بمستوى وقدرات الفرقه الثانيه اللي انت هتلعب ضدها. فلو الامور احنا احسن يبقى ممكن تكتفي بواحد ديفندر صريح حسام عاشور او عمرو السوليه، والتاني ممكن زي هشام محمد راجل باسير كويس وصانع العاب كويس وبيقدر يتقدم شويه لقدام وبيقدر يجيب اجوان، ف
فده يديلك شويه تقل في النواحي الهجوميه، ولكن لو فرقه عندها امكانيات هجوميه تقدر تهاجم عليك لا يبقى لازم اتنين ديفندرين. طيب مع المساله ان انك لما تبدا مباراه تبدا بالقوه الضربه ولا برضو تسيب كروت مهمه عندك على الدكه؟ لا، هو النادي الاهلي المفروض عنده احسن لعيبه في مصر، يعني انت عندك 25 كلها بصراحه. طيب يعني اللي موجود زيه زي اللي قاعد بره، فانا يعني من وجهه نظر المدير الفني هيبتدي باحسن 11 من وجهه نظره هيبتدي بيه. طبعا طبعا، لان برضو هو مش فير ان انا اكون كويس وانت تقعدني وتلعب حد تاني عشان تقول ان انا ابقى ورقه كويسه في التغيير، لا مش فير. هو احسن ناس بتبتدي، وده الوضع الطبيعي. وبعدين زي ما بقول لك النادي الاهلي احسن لعيبه في مصر موجوده، فالمفروض الدكه النادي الاهلي هو بيكسب بطولات ليه؟ لان الدكه بتاعته قويه، يوم ما بتشيل واحد وبتنزل واحد ما بتحسش ان الفريق اتاثر او تحس ان الفريق اتاثر بالسلب يعني، لا بتحس ان الفريق برضو ايجابيا بيبقى كويس. فهو يبتدي باحسن 11 واحد من وجهه نظره هو، وعنده طبعا ناس كتيره جدا هتبقى بره لو احتاجها هتعمل الفارق يعني. طيب في بدايه البطوله الافريقيه كابتن خالد كان مؤمن زكريا خرج للاعاره في الدوري السعودي ثم عاد وتم قيده في الساعات الاخيره عشان يكون موجود مع الفريق في الماتشات القادمه. دور مؤمن زكريا وعودته شايفها ازاي في المرحله القادمه بالنسبه للنادي الاهلي؟ لا واحد الخبرات المؤمن. طبعا مؤمن دوره مهم جدا واحد الخبرات، وبعدين مؤمن في ميزه، مؤمن من لعيبه الوسط اللي بيعرفوا يجيبوا جوان، يعني سواء من الاختراق من ناحيته او حتى اللعب لما بيكون من الجنب الثاني ازاي بيضم ويبقى راس حربه ثاني وبيقدر يسجل اهداف. فدي ميزه مش موجوده في ناس كتيره، بالذات لما يكون لاعب وسط ملعب، فانت بتمسك بايديك واسنانك في اي لعيب وسط ملعب بيقدر يوصل للجون ويعرف يجيب جون. فمؤمن طبعا من الخبرات اللي عنده الكلام ده. يلعب هو اوجيه ولا مؤمن ياخد هو الجانب الشمال الجبهه اليسرى؟ ما انا من وجهه نظر بتفرقش بقى الجبهه اليسرى او اليمنى، ولكن اجايه برضو من اللعيبه الثقيله جدا واللعيبه اللي عندها خبره كبيره جدا وعنده حس تهديفي بشكل عالي جدا، فيعني يلعب برضو يعني سواء بقى في الشمال في اليمين، انما الاثنين مؤمن واجايه وعندك وليد سليمان، لا ناس من الناس الخبرات اللي بتعرف توصل للجون. فعلى حسب كل ده على حسب فكر المدير الفني ونظرته اللعيبه. خلي بالك بتحصل لمدربين اجانب كتير جدا كانت بتيجي لعيبه كويسه جدا يقول لك لا ده مش عايزه، خلاص هو الانطباع بتاعه كده وجهه نظره كده. فاحنا يعني لما نشوف كارتيرون هيبقى شايف اللعيبه ازاي وقايس امكانيات اللعيبه ازاي وهنشوف فكره ازاي واختياره اللعيبه ازاي. طيب بامكانيات وليد سليمان دوره في هذه المباراه، في ظل انا عايز اقول لك كابتن خالد ان وليد هداف فريق الاهلي في المعسكر وفي المباريات الوديه الاخيره، يمكن احرز 4 اهداف، ماشي بشكل جيد، عليه يلاقي دور خلال المرحله القادمه بشكل مختلف، يمكن كارتيرون ابتدى يعتمد عليه في مساله الحركه في وسط الملعب، نوع توزيع الهجمات سواء في الجهه اليمنى او اليسرى. دور وليد في المرحله القادمه وفي مباراه زي دي وبعد الصوره اللي اتنقلت عنه لكارتيرون في المباريات الوديه، شايفها ازاي في هذه المباراه؟ لا انا شايف ان دور وليد، طبعا وليد من اللعيبه الخبره كبيره جدا واللعيب الموهوب واللعيب الهداف، فدوره هيبقى مؤثر جامد مع النادي الاهلي في الفترات اللي جايه. وبعدين وليد انا برضو من زمان انا يعني وجهه نظري بالنسبه لامكانيات وليد سليمان مش على الاطراف، لان حتى هو دلوقتي يعني قصه الاطراف دي ان انت تلعب ناحيه الشمال او ناحيه اليمين محتاجه مواصفات، محتاجه سرعه، محتاجه قوه، محتاجه التحامات، محتاجه ازاي تفوت واحد على واحد. يمكن وليد الحاجات دي يمكن قلت شويه، ولكن عنده حته بقى ممكن تستفيد منها كويس جدا، ان هو لو لعب تحت راس الحربه واديته حريه في الحركه زي ما انت بتقول كده ناحيه اليمين وناحيه الشمال، لا هيقدر ان هو يحرز اهداف ويصنع اهداف، لان هو رؤيته الملعب كويسه جدا وامكانياته المهاريه كويسه جدا. عندك طرفي ملعب احمد فتحي وعلي معلول كانوا بيقودوا الجبهات في منتخب مصر ومنتخب تونس، دورهم في هذه المباراه خبرات كبيره لكن لهم دور مهم في هذه المباراه، ان هم دور الاطراف ان هم يعملوا كرات عرضيه يتقدموا، برضو الحاله البدنيه يمكن كان في ضغط ماتشات في كاس العالم ومباريات متتاليه، شايف دور الاطراف ازاي كابتن؟ لا دورهم كبير جدا طبعا، واللي بيميز دايما النادي الاهلي عن اي فريق هنا في مصر هو الباك رايت والباك ليفت، الظهير الايمن والظهير الايسر، وعلي معلول واحمد فتحي طبعا خبره كبيره جدا امكانيات عاليه جدا. انا شايف ان هم بيتقلوا لما بيكونوا في حالتهم بيكونوا في مستواهم، وبالذات لما بيأدوا الادوار الهجوميه بشكل كويس جدا بيدوا تقل للناحيه الهجوميه بالنسبه للنادي الاهلي، وبيقدروا يوصلوا النادي الاهلي للمرمى المنافس في اي وقت، فعليهم دور كبير جدا. وفي نفس الوقت الاثنين اللي في نص الملعب المدافعين، يعني مش هطلب من احمد فتحي ان هو يتقدم باستمرار او علي معلول ان هو يتقدم باستمرار، مفيش حد بيأمنه، لا يبقى اكيد طبعا الجهاز الفني بيتكلم في النقط دي، ان ازاي واحد من لعيبه خط الوسط المدافعين ازاي
بيقف عشان يأمن أحمد فتحي لما بيكون طالع، والراجل التاني برضو بيقف عشان يأمن علي معلول وهو بيكون طالع. وإحنا في كرة القدم دايما بنقول إن الباكين ما بيهاجموش في نفس التوقيت، يعني لو أحمد فتحي شغال من ناحية اليمين الطرف الأيسر يبقى علي معلول بيبقى واقف، الكرة بتتنقل من ناحية الشمال علي معلول هيشتغل إزاي أحمد فتحي بيقف وبيضم. طيب دور الجمهور في هذه المباراه كابتن خالد، يمكن دايما الاهلي في المباريات الافريقيه الجمهور بيحضر وبيكون مساند ورقم واحد، لكن في هذه المباراه تحديدا انت عايز تكسب، الجمهور هيكون وسيله ضغط على اللعيبه في البدايه ولا دور مساند؟ والرساله اللي ممكن تتقال للجمهور كمان في هذه المباراه؟ الرساله طبعا جمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد على مر تاريخ كل اجيال النادي الاهلي، يعني الجمهور هو اللي بيدي الثقه وبيدي الدعم بالنسبه للعيبه، فهو لازم يكون مساند من اول دقيقه لاخر دقيقه، لان انت زي ما انت قلت في بدايه الكلام ان المباراه اللي جايه فينا نكسب بهدف، احنا عايزين 3 نقاط، فممكن الهدف ده يجي في الاول، ممكن يجي في نص الشوط الثاني، ممكن يجي في الدقيقه 90 زي ما بنتفرج في كاس العالم، ده في فرق كملت واتعادلت في الدقيقه 90. فلازم جمهور على جمهور النادي الاهلي واجب كبير جدا، نمره واحد من حيث النظام ومن حيث اتباع التعليمات وما فيش حاجات يعني نتضايق منها، نمره 2 ان هو يكون مساند لعيبه النادي الاهلي من اول دقيقه لاخر دقيقه. تضع في الاعتبار يا كابتن خالد ان فريق تاونشيب 4 مرات بيشارك في دوري الابطال الافريقي، لكن المره دي مكمل بشكل جيد، كان كل مره بيخرج من الادوار التمهيديه، اقصى المريخ السوداني في الادوار التمهيديه في هذه البطوله، تخطى دور ال 32، كسب كامبالا في اول مباراه. ممكن تكون طفره في البطوله السنه دي لفريق تاون شيب فتعمل له 1000 حساب؟ طبعا يعني لازم يتعمل له 1000 حساب، لان بالنسبه للمتهيألي انا على ما اتذكر هو كسب المريخ 3-0 كمان. 3-0 في بوتسوانا يعني وخسر في فرقه بتعرف تجيب اجوان، يعني فرقه بتعرف توصل للجول وفرقه بتعرف تجيب اجوان، والفرق النوعيه دي من الفرق هي اللي تخوفك. انت ما تخافش من فرقه ما عندهاش قدرات هجوميه، وواضح ان هم عندهم قدرات هجوميه، عشان كده لازم على النادي الاهلي في الماتش اللي جاي ازاي اضغط عليهم وازاي استثمر الفرص اللي تجيلي، وفي نفس الوقت ازاي ارتد بسرعه بعد ما الكره تقطع مني عشان التمركز يبقى مظبوط والنواحي الدفاعيه تبقى مظبوطه، لان من الواضح ان فرقه تاون شيب عندها قدرات هجوميه. طيب لو هتوجه رساله للفرنسي باتريس كارتيرون واعضاء الجهاز المعاون كابتن محمد يوسف كابتن سامي قمصان كابتن مصطفى كمال، رسالتك ليهم ايه قبل هذه المباراه؟ لا اقول لهم طبعا كل التوفيق ليكم وكل النجاح، مأمورية صعبه واول ماتش دايما بيبقى صعب، اي جهاز جديد بيمسك بالذات فرقه كبيره زي النادي الاهلي، فرقه بتاخد بطولات وفرقه بتكسب، اول مباراه بالنسبه لهم بتبقى صعبه جدا، بيبقوا خايفين منها جدا، عايزين يكسبوا عشان ياخدوا ثقه والجماهير يعني برضو تديهم ثقه. فانا اتمنى لهم كل توفيق بالنسبه لمحمد يوسف طبعا وسامي قمصان ومصطفى كمال، محمد من الناس المحترمه جدا ومدرب كويس، اتمنى لهم باذن الله كل التوفيق واتمنى للعيبه كل التوفيق ويعملوا نتيجه كويسه وفرحونا وفرحوا كل جمهور النادي الاهلي باذن الله. شيء يسعدك ان في حاجات ممكن تكون ايجابيه معاك مدير فني خد البطوله الافريقيه مع مازيمبي قبل كده زي الكارتيرون، كابتن محمد يوسف عندما كان مديرا فنيا للنادي الاهلي فاز بالبطوله الافريقيه عام 2013، والمرحله اللي فيها الاهلي دلوقتي الكابتن يوسف عاشها قبل كده لما خسر من اورلاندو في الجونه 3-0 ثم انطلق في البطوله ووصل للنهائي وكسب اورلاندو بعد التعادل في جنوب افريقيا وفاز عليها في المقاولين العرب 2-0. لا هو الدور اللي بيقوم بيه محمد يوسف دلوقتي دور مهم جدا، ويمكن ما يحسوش غير المدرب، بحس المدرب محمد عارف كل حاجه عن اللعيبه زي ما انت قلت، مسك النادي الاهلي وخد البطوله الافريقيه مع النادي الاهلي قبل كده، يمكن دوره كبير جدا في توسيع الرؤيه بالنسبه لباتريس كارتيرون، واكيد هو بيتكلم معاه في النواحي الفنيه في تقييم اللعيبه في توظيف اللعيبه، فمحمد اكيد ليه دور كبير جدا جدا جدا، نتمنى باذن الله ليهم كلهم كجهاز وكفريق وللنادي الاهلي التوفيق يوم الثلاثاء. تمنياتنا كلنا المباراه ان شاء الله تنتهي بفوز الاهلي، لكن توقعاتك هل المباراه فيها عدد وافي من الاهداف ولا تخلص ب1-0 او 2-0؟ لا احنا هنكسب فرق جون، يعني سواء 1-0 سواء 2-1 باذن الله. المهم 3 نقاط. من المهم ده اهم حاجه طبعا. تفرق معاك قبل ما تسافر بتسوانا كمان. طبعا تفرق، ولو كمان الترجي كسب كامبالا هنبقى تاني مجموعه، فالامور هتبقى هتتظبط شويه. كابتن خالد انا بشكرك بجد، شكرا جزيلا على هذه الاطلاله، وكنت النهارده مش هقول ضيف، لا صاحب مكان في قناه النادي الاهلي، اتكلمنا شويه عن فرص الاهلي في البطوله الافريقيه ومباراه مهمه جدا، فبشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك وانا كنت سعيد جدا ان انا معاك. شكرا جزيلا. شكرا. كانت حلقة مهمة جدا مع الكابتن خالد جد الله، اتكلمنا فيها عن المباريات الأفريقية، مباراة الأهلي وتاون شيب، استعدادات مهمة جدا في هذه المباراة، 3 نقاط، دور الجمهور في هذه المباراة لن يقل أهمية عن دور اللاعبين والجهاز الفني، ولا صوت يعلو عن صوت هذه المباراة، مباراة الأهلي وتاون شيب بإذن الله في 9 من مساء الثلاثاء القادم على استاد برج العرب بحضور 10,000 متفرج. إلى هنا نصل لختام فقرات برنامجنا الأهلي في كل مكان، دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.